مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر، ومعا نحو عالم أفضل، عالم ينعم فيه الطفل بأبسط حقوقه، حق البقاء، حق الأمان، حق الحماية، حق التعلم، حق التثقيف، حق الترفيه، حق أن يجد أب وأم ومدرس ومعلم وراعي يقدم ليه احتياجاته الأساسية والمشروعة. عشان كده معانا في هذا اللقاء أحباء وضعوا على قلبهم مسؤولية مدارس الأحد، وليهم باع كبير في حقل مدارس الأحد. عشان كده حبينا يكونوا معانا النهاردة، يعرفونا على احتياجات الطفل، يعرفونا على أسمى وأحلى صفات مدرس مدارس الأحد اللي مشغول وعلى قلبه يربي جيل جديد بيقدر يصلح مجتمع بأسره. أختي إيمان متري، أهلا وسهلا بيكي وسعداء إنك تكوني معانا. أهلا يا ميرفت، ده امتياز وشرف ومسؤولية لي أن أنا أكون هنا. أهلا بيكي حبيبتي. مها حكيم، أهلا وسهلا بيكي حبيبي، وأهلا وسهلا بأفكارك وتطلعاتك الجميلة وأشواق قلبك تجاه مدارس الأحد. ثانك يو ميرفت، أهلا بيكي، مبسوطة أكون معاكم ومبسوطة ناخد الحلقة دي نتكلم فيها عن أطفالنا، لأن فعلا احتياج كبير. أحبائي، فعلا أطفالنا وزنة جميلة الرب ادهالنا، لكن خلي يكون عندنا المبدأ ده من بداية الحلقة. إن أردنا أن نغير عالم بأسره فعلينا أن نبدأ بالطفل. لكن قبل ما نتعرف على احتياجاته الأساسية اللي ممكن تكون بتساعده يكون أفضل الناس ويمد إيده بتصليح في مجتمع إحنا شايفينه بينتشر فيه الفساد بشكل ملموس وواضح، ما أصبحش الفساد أمر بيعود على الشخص، لكن أصبح النهاردة الفساد بيعود على الكل وبيعاني منه الجميع ويجني منه الجميع، وإحنا بصدد ده في هذه الأيام. لكن قبل ما ندخل لتفاصيل موضوعنا، تعالوا مع بعض مع أولادنا وحبايبنا نسمع كلمات هذه الترنيمة. Big up!
أحبائي، طفل اليوم هو رجل المستقبل. بدون طفل اليوم لا يوجد مستقبل. عشان كده نفسي أوجه ليكي مها سؤالي الأول، إيه رأيك فيما يجتاز الطفل من ضغوط وأمور نفسية في هذه الأيام وفي وسط الثورات وفي وسط الأمور اللي هي بتسبب لي إزعاج مستمر؟ طبعا المجتمع اللي احنا بنعيش فيه النهاردة بقى مجتمع يعني شرس على الطفل، وبقى فيه مخاطر كتيرة قوي، مش بس من جوه العائلة لكن من المجتمع عموما. الطفل بقى بيفقد روح الأمان في أحيان كتير، الطفل بقى بيفقد إنه هو يلعب بالمبادئ البسيطة زي ما كنا بنلعب زمان. بقى كل حاجة بسبب تقدم التكنولوجي بقى ده يعني زي تشالنج بالنسبة للعيال النهاردة، في تحدي إنه العيل يكبر في مجتمع فيه أمان، مجتمع فيه سلام، مجتمع فيه حتى أسرة متحدة. ومع كل هذه الضغوط بيبقى صعب إن احنا ندرس الحياة الروحية. كل المقومات والعوامل النهاردة بتقول إنه المسيح على الأبواب. في ناس كتيرة من علماء الدين ومن علماء المجتمع بيقولوا انه الجنريشن ده هيشوف مجيء المسيح التاني. هل احنا عندنا الجيل ده مستعد لمجيء المسيح، ولا احنا من كتر التشتيت اللي احنا فيه مش قادرين ندي المبادئ الاساسيه، مش قادرين ندي البيبليكال وورلد فيو، او ازاي الطفل يكون بيشوف العالم بياخد قراراته من خلال مبادئ الكتاب المقدس. النهارده مفيش حاجه اسمها ابسولوت، مفيش حاجه اسمها حقيقه مطلقه، كل واحد بحقيقه نفسه. كل النيو ايج موفمنت وكل الديانات الجديده بتقول ان انت حر نفسك، انت اله نفسك، وان قوتك بتيجي من نفسك، وده عكس اللي بيعلمني الكتاب. نفسي النهارده يكون في زي صيحه تحذير وتشجيع ووقفه لكل اب ولكل مدرس لكل واحد في المجتمع، لان المجتمع النهارده هو مسؤول عن الجيل اللي جاي، وده جيل المستقبل، وده الجيل اللي لازم يكون مستعد واقف صامد لمجيء أمين يا المسيح. مها، أمين. إيمان مها قالت كلمة مهمة خالص، صيحة تحذير، أو نقدر نقول عليه جرس إنذار. احتياج إن النهاردة نقول إن في خطر قائم، وقائم مش علينا لكن على أولادنا، من كل جبهة من كل مكان. إزاي النهاردة نحتاط كأهل في نبذة سريعة كده من هذا الخطر القادم والسريع؟ كويس ان انت قلتي يا ميرفت الاهل، لان هي ده الاساس، العيله، الاب والام والاهل هو ده الاساس. كان في احصائيه بتقول ان سنه 60 1% بس من الاولاد اللي عمرهم اقل من 18 سنه كانوا بيحصل ديفورس او انفصال في الاهل. النهارده يمكن انا ما عنديش احصائيه بالنسبه للنهارده، لكن انا ببص على الفصل اللي انا بدرسه في المدرسه. لو انا عندي 24 ولد وبنت في المدرسه، هقول ما بين 10 ل 12 ولد عايشين في عيله منفصله. ده بيدينا انذار الولاد دول بيكبروا في مجتمع شكله ايه. الولاد دول بيكبروا في مجتمع مفهوش مورالز، مفهوش اخلاقيات. الولد بيكبر في مجتمع كل حاجه متاحه ليه. الولد بيكبر في مجتمع بيشوف العنف، بيشوف الضرب، بيشوف حتى الجيمز اللي الواحد يروح يشتريها لاولاده. صعب جدا كاب وام مسيحيين نلاقي جيم نقول ده يناسب الولاد، لان كل حاجه بقت عباره تحت المظله بتاعت الضرب والعنف والقتل. فده عامل كبير قوي بقى على الاهل، ازاي يحتضنوا الولد ويقدروا يكبروه في مجتمع صح. أشكرك يا إيمان. يا مها، إيمان قالت كلام خطير لكن واقعي، كلام يخض لكن حقيقة. إزاي بتشوفي أثر الانفصال والتفكك الرهيب للأسرة واقعيا على نفسية طفل في وسط مش بس مجتمع فاسد لكن كمان أسرة مبتورة ما فيهاش أساس ولا روابط للحب ولا الأمان؟ منين يجيب ده؟ يعني هو تحت ضغوط المجتمع اللي بيحصل انه العائلات يعني بيحسوا ان الكنيسه هي المنفذ. فالعائلات خلاص نودي العيال الكنيسه، نسيبهم المدرسه احد، لكن مدرسه احد تبقى مره في الاسبوع، ساعتين في الاسبوع، وبقيه الاسبوع العيال هم فين؟ في صيحه التحذير نقول الميديا، يعني الميديا النهارده عامل تاثير نمبر 1، اول عامل تاثير على الطفل النهارده الميديا. فازاي ان احنا
نحط اويرنس للطفل حتى هو نفسه. يعني انا عندي بنتي الصغيره 8 سنين النهارده بنقعد نفتح تتفرج على التلفزيون، لما بلاقي حاجه شغل بقول لها اوكي ماندي انت سامعه هو بيقولوا ايه؟ هل انت شايفه انه دي حاجه انت في سنك؟ تقول لي نو وتقوم محوله لشيء. فاحنا احيانا لازم نخلق جرس الانذار ده في الطفل من وهو صغير. انا عارفه ان ضغوط المجتمع النهارده بتقول انه حتى لو المجتمع يعني العيله فيها الاب والام، النهارده ظروف ضغوط المجتمع يقول لك لازم الاب والام يشتغلوا بره البيت، وده بيخلق اوقات كتير قوي الاولاد انسوبرفايز او ما فيش رقابه. ازاي انا كأم ان انا اعلم الولد انه في رولز، ازاي يحترموا الرولز؟ كمان ازاي نعلم العيال اتس اوكي ان انا ابقى مختلف، مش لازم ان انا ابقى مضغوط انه البير بريشر او اصحابي لازم انا ابقى زيهم. بالعكس النهارده المجتمع بالرغم انه بيبان فيه البير بريشر ده او الضغط انه انا ابقى مع المجموعه بعمل حاجات اللي هم بيقولوها، لكن المجتمع عطشان وجعان ان هو يشوف حد عنده مبادئ وقيم، حد عنده متمسك بحاجه حقيقيه عايش ليها. وما ننساش انه تعاليم الكتاب هي المصدر بتاعنا، انه المسيح نفسه قال يعني هم زي ما قبلونيش مش هيقبلوكم، ما حبونيش مش هيحبوكم، فاحنا عندنا زي تحذيرات اوريدي موجوده لينا. نعلم اتس اوكي ان انت تبقى ديفرنت، اتس اوكي ان يبقى عندك مبادئ، اتس اوكي لان انت عندك بعد كده ريورد هتبقى اكبر واهم واغنى واحلى من اللي ممكن تاخده دلوقتي. ممكن ده يكون صعب يتفهم على طفل صغير، لكن التكرار التكرار العيال بتتعلم بالمتابعه والتكرار والتغيير، وان احنا نفضل نعيد الحاجه وان احنا نفضل ناكد على المبادئ دي. مره في مره العيال هيشربوها، هتبقى جزء من تكوينهم، هتبقى جزء من اللي هم بيؤمنوا بيه. وفي الحاله ديت مش هنخاف قوي من التاثير الخارجي، لانه انا طالما في البيت انا مدي مبادئ قويه وقادر اسيطر عليهم، متاكد انه بره هيبقى في نفس الكنترول. ايمان مها قالت حاجه رائعه وعجبتني، بعض الناس بيتهيأ لها ان الكنيسه هي كليه الدور، هي عليها كل المسؤوليه. هل ده صح؟ ولو ما كانش الكنيسه عليها كل الدور وكل المسؤوليه، ايه رأيك؟ بتشوفي ازاي دور الاهل؟ زي ما قالت مها، الكنيسة مش عليها الدور الكلي، الكنيسة بتمشي خط متوازي مع البيت، ما نقدرش نفصل حد منهم. يعني زي القضيب بتاع القطر، يعني القطر ما يقدرش يمشي على قضيب واحد، لازم الاثنين مع بعض، لازم الكنيسة والبيت. فالبيت عليه دور جامد قوي، يقدم المبادئ المسيحية ويعيش المبادئ المسيحية علشان الولد يقدر يعيشها ويعرفها ويختبرها. الكنيسة عليها ان هي تقدم المبادئ المسيحية، تشتغل مع البيت في نفس الوقت. وفي نفس الوقت الكنيسة عليها برضو دور كبير، يعني مش عايزة اقول الدور الاكبر على البيت، بس الكنيسة عليها برضو دور كبير، لان انا ككنيسة مش رايحة ادي درس وامشي واروح، لا، ده دور مدارس الاحد اكبر من كده بكتير. ف رائع قوي، متوازي. رائع قوي، يعني بتشوفي انه كمان في مسؤوليه كبيره بتقع على الكنيسه وبصفه خاصه جدا على مدارس الاحد، هم جزء من الموضوع. انا مش كل الولاد اللي عندي اهلهم مؤمنين، انا مش كل الولاد اللي عندي بيتحط قدامهم بعض المبادئ وبعض التعليم المسيحيه، فده دور يعني عايزه اقول جزء لا يتجزا من المسؤوليه الكبيره اللي بتشكل في شخصيه الطفل. لكن يا مها احيانا بعض الناس او بعض الاهل خلينا نقول بيتهيأ لهم أن مسؤوليتهم في الحياة فقط توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ويعني معلش إيه أكتر من كده؟ برأيك إزاي الأهل النهاردة بيفهموا الاحتياجات الأساسية للطفل، وإيه هي الاحتياجات دي اللي أنا ربما غفلان عنها؟ أعتقد أن إحنا خلقنا او ابتدعنا حاجات كتير قوي افتكرنا ان الطفل عايزها لكن هو في الحقيقه مش عايزها. يعني احتياجات الطفل النهارده ما تختلفش عن احتياجات الطفل من 100 سنه، استسام. الطفل محتاج ان هو يحس ان هو محبوب ومقبول، محتاج يحس بالامان، محتاج يكون يعني يكون بياكل، يكون شبعان. عشان كده كتير قوي يعني لما بنروح نعمل خدمات او في حتت فقيره او كده بيبقى لازم بندي سناك او بناكل الطفل عشان وانس ما شبع هيقدر يستوعب. فالحاجات دي بسيطه بالنسبة للعائلة، يعني it really doesn't take a lot of time، مش تاخد وقت كتير، لكن كون ان احنا نعمل حاجة مع بعض، يعني نطبخ حاجة مع بعض، ناكل حاجة مع بعض، نقعد نتكلم مع بعض، نكون في يعني الباب مفتوح في المناقشة.
يعني sometimes من كتر ما الاهل مشغولين 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 الطفل يعني مش قادر يكلم بابا وماما حتى لو عنده مشكله، ولو راح لاصحابه ممكن تكون النتائج يعني عقيبه زي ما بيقولوا، لانه ممكن الادفايس اللي هيديها له واحد صاحبه مش زي ما حد كبير شايف صوره كامله. لكن انا عايز ارجع برضو شويه يا ميرفت لو سمحتي، الاحصائيه اللي قالتها مومو، احصائيات كتير قوي حوالينا بتقول انه الويندو التايم اللي احنا نقدر نوصل فيه للطفل عمال بيقل عمال بيقل. ازاي احنا يبقى عندنا الدرايه انه لو انا ما استلمتش الطفل ما علمتوش مبادئ معينه وهو صغير هيبقى صعب ان انا اعملها وهو كبير. زي ما احنا مثلا احنا اغلبنا اللي نشأنا في دول عربيه النهارده بنتكلم اكتر من لغه، لغتين او ثلاثه، وبيقول لك انه الطفل لو اتعلم لو انت كلمته انجلش عربي وهو صغير هيطلع بيتكلم اللغتين، كلام سليم جدا. نفس الحكايه بالنسبه لمبادئ روحيه، في مبادئ لو ما زرعتهاش من وهو صغير، لو ما علمتهاش من وهو يعني لسه بينشا هيبقى صعب قوي ان انا اعلمها له وهو بيكبر. احيان كتيره ما بنتداركش المشكله، ما بنتداركش ان في تحديات او في مشاكل غير لما الطفل بيدخل سن المراهقه، والوقت ده بيبقى صعب قوي ان انت ترجع وتغير، لانه بيبقى في نوع من التذمر، بيبقى في نوع من الريبيليون، بيبقى صعب ان انا ارجع تاني وابني العلاقات. فالنهارده المجتمع اللي بيصرخ وبينادي ابعد الطفل احنا مش فاضيين له، او ادي له دي اس ولا بي اس 3 وخليه يقعد يلعب بالساعات او يقعد قدام التي في بالساعات، نتيجه ده على المجتمع كله مش صح، لا على البيت ولا على الكنيسه ولا على المجتمع ولا على الاسره، لانه بينشا ولد من مش شايف انه في علاقات، مش عارف يعمل تواصل، مش عارف يعمل حوار، مش عارف يعني مش حاسس انه في حد مهتم بيه او بيحس بمشاعره، لانه مهما كان بيستخدم اله اتس نوت ذا سيم لايك في حوار. فنفسي اقول انه هو نوع من الاستثمار سواء في البيت او في الكنيسه، انا بستثمر في الطفل ده لانه ميبي مش هشوف الريزلت على طول immediately، زي ما بتزرعي حاجه تحطيها في الارض بتدي لها ميه وبعدين بتطلع شجره ليها ثمر ليها ريحه وليها طعم وليها. فاحنا لازم يبقى عندنا فكره الاستثمار دي في الاطفال، لان هي مهمه قوي مهمه قوي في دور الكنيسه وفي دور البيت وفي دور المجتمع. حلو قوي يا مها، وقلتي حاجه حلوه خالص ايمان، خدتي بالك بتقول لك يعني هي زرعه، انت في ايديكي حبوب جميله تقدري ان انت تزرعيها، يا في ارض بور يا في ارض خصبه. إذا لازم الأرض تكون عندها يعني مش عايزة أقول مناخ معين، لكن جو معين حتى تساعد البذرة دي أو الحباية دي إنها تنمو وتثمر. ويعني أظن أول واحد هيتلمس بالإثمار ده الأب والأم لو فكروا لحظة وبذلوا مجهود أكتر. النهاردة السؤال، إزاي الأرض دي تكون صالحة للإثمار؟ إزاي تكون أرض شبعانة خصبة؟ ايه رايك؟ يعني مها لما قالت كانت مركزه على السوشيال ايموشن اريا، يعني الناحيه ازاي يبقى في تواصل بيني وبين الولد، ودي حاجه هي اي ثينك يعني هي دي الاساس. كنت مره سمعت تعبير بيقول الولد لما يجي لك هو سنه صغير ويحكي عن اليوم بتاعه في المدرسة ولا عمل ايه في الجيم بتاعه وانت خلاص عشان ما عندكش وقت ويلا، الولد لما هيكبر مش هيقدر يحكي معاك عن مشاكله هو في المراهقة. فانت عشان لو عايز يحكي معاك في سن المراهقة والمشاكل بتاعته اسمع له المشاكل بتاعته هو صغير او اليوم بتاعه او الحكايات بتاعته دلوقتي، لان هي دي الاساس. لو انا مش هسمع له خلاص بعد لما هيكبر هيقول محدش بيسمع لي انا هتصرف وحدي. فالاساس ان انا ابقى available للولد، الاساس ان الاب والام مع كل المشغولية اللي عندهم لازم يقضوا وقت مع الولد. أنا يعني دانيا لما كان ساعات يبقى في حاجه اقول له طب ليه ما قلتليش يا حبيبي، قلت طب ما انت ماما مشغوله على طول، احس ده على طول ريد فلاج، بيقول لي خلي بالك المشغوليه جزء وان انت تقضي معاهم وقت ده جزء تاني. فان انا ابقى افيلابل للولد ده لازم. الحاجه الثانيه لازم احسسه بالمحبه واحسسه بان حتى لو عمل حاجه صغيره اشجعه عليها، هيحس ايه ده بابا وماما بيحبوني بيحبوا الحاجه اللي انا عملتها. الحاجه الثانيه ان الولد محتاج اللانجوج بتاعته لما هيبتدي يتكلم معايا ويحكي معايا، دي حاجه مهمه قوي. هبتدي
انا مش مكسوف، انا هقدر احكي، انا مش بخاف. يبقى عنده سيلف استيم وهو بيحكي مع بابا ومامته على الحاجه البوزيتيف اللي عملها، الحاجه الحلوه اللي عملها او الحاجه الغلط اللي عملها. لان لو الاب افيلابل والام افيلابل ليه زي ما احنا قلنا في الاول، الولد هيقدر يحكي معاهم على الحاجه البوزيتيف وعلى الحاجه النيجاتيف، الحاجه الصح والحاجه الغلط اللي عملها. ودي انا لما هديله وقت ان هو يحكي معايا وبكده اللانجوج سكيلز بتاعته بتكبر، السيلف استيم بيبقى عنده كونفيدنت، بيبقى عنده انا يعني المكان ده اللي انا بحس فيه بالراحه، فلما هيطلع بره هيقدر برضو يكمل بنفس الطريقة. مها أنا بيتهيألي أنت لمستي حلو، يعني فكرة أنه لو أنا في قافلة تبشيرية وأنا أول ما بتعامل مع الطفل كويس أن أديله بسكوتة أو حاجة في إيده ويقدر يأكلها ولما يشبع يقدر يسمعني، أنا كده بلمس إيه عند الطفل؟ احتياجات الجسدية. نعم، إذا للطفل نمرة واحد احتياجات طبعا جسدية، ازاي النهاردة الأهل يكونوا بيغطوا الجزئية دي الاحتياج الجسدي لدى الابن؟ بص، الاحتياج الجسدي طبعا بنتكلم ان هو يعني يكون بياكل أكل healthy صحي، يكون طبعا يعني shelter، يكون عنده بيت أمان، يكون عنده يعني احتياجاته الخاصة في الناحية الجسدية، لكن يكون عنده في الناحية الجسدية يعني sometimes مش بنلبس النقطة دي، ممكن تكون ناحية أكتر emotional، لكن the sense of touch، إزاي أنا أحضن الولد أحبه. النهاردة مع الأسف الشديد في البابليك سكولز في أمريكا المدرسين ممنوع يلمسوا الأطفال عشان بقينا بنخاف من الأبيوس، بقينا بنخاف. لكن الطفل محتاج the sense of touch، محتاج إن هو يتحضن، يتحب، يتطبطب عليه لما يعيط، ما يبقاش كل حاجة من بعيد، إنه ده بيدي عنده احساس بالامتلاء، احساس ان هو محبوب، احساس ان هو يعني مرغوب فيه. فحاجه مهمه قوي ان احنا نتلامس مع العيال. حاجه المهمه كمان ان احنا مش بس يعني بنركز على الاحتياجات الجسديه، عندهم احتياجات اجتماعيه، عندهم احتياجات intellectual، يعني to think انه كل طفل موهوب، مولود بموهبه معينه، رب ادى لكل واحد مننا مواهب معينه. احنا كتير بنركز على المواهب الكبيره، مثلا حد بيغني، حد بيلعب ميوزك، حد شاطر في السبورتس، وده اللي المجتمع بينفورس النهارده. لكن كل طفل موهوب، يعني ممكن واحد عنده احساس المحبه، انه ذا سنس اوف كومباشن، ازاي يطبطب على طفل تاني بيعيط، ازاي يكون حد بيساعد، تو بي هيلبفول بيرسون، حد يكون عنده موهبه القياده حتى، تو بي ليدر، ان هو يقود، بيكون بيقود اخرين. وده يعني كمدرسين مدرسة احد وكآباء ان احنا ناخد وقت ان احنا نشوف ايه الحاجه اللي الابن شاطر فيها ويقدر يعملها ونشجعه وننميها عنده، عشان ده بيديله كمان احساس بالسلف استيم، عنده سلف كونفيدنس، واثق من نفسه، يقدر يطلع بره، ما يبقاش خجول، ما يبقاش سهل التاثير عليه، لكن يبقى هو اكتر مؤثر. حلو قوي قوي. ايمان، الطفل عنده احتياجات جسديه، مما لا شك فيه انه يجب على الاهل تسديد كل احتياج يمس الاحتياج، وما اعتقد غطت الحته دي. وكمان لمست حته رائعه، الحب على اول سلم الاولويات في الاحتياج النفسي. ايه رايك؟ الاحتياج النفسي الصعب ان الولد بيعبر عليه، يعني مش كل الولاد تقدر تعبر عن الاحتياج النفسي بتاعها، لكن كأب وكأم لما بيبقى لي علاقة حلوة مع الولد بقدر أفهم الولد. فدي حاجة مهمة جدا، الولد لازم يحس بالأمان والحب، ده كله احتياج نفسي. والظروف اللي احنا بنمر فيها سواء هنا أو في الشرق الأوسط مع كل اللي بيمر فيه الشرق الأوسط، الولد محتاج يحس بالأمان، وهيحس بالأمان لما يشوف بابا ومامته حاسين بالأمان، لأن ليهم علاقة حلوة مع ربنا. ده هينعكس عليه بعد كده، إيه ده، لأ ده في أمان، في إله كبير بيحبني وهو الخالق كل الدنيا دي، وهو كمان اللي واخد باله مني. ده الإحساس النفسي بتاع الولد. الولاد كمان في الظروف دي بيمروا بسبب كل الحاجات المحطوطة قدامهم، اشمعنى أنا ما عنديش ده، اشمعنى أنا صاحبي عنده ده وأنا ما عنديش ده. لازم نعلم الولد يعني مش هتقدر تاخد كل حاجة، مش لازم هيبقى
كل حاجة عندك، لكن لما الأب والأم يعلموه بالاكتفاء ويعلموه إزاي أنا أختار الحاجة اللي تناسبني أنا وتناسب العيلة، مش عشان صاحبك عنده يبقى أنا لازم يبقى عندي. ده تشالنج على كل الأبهات والأمهات، وخاصة في السن اللي هو بتاع الصغير شوية أو الألمنتري، فده صعب قوي. فده بيرجعنا أكتر للدور الأساسي بتاع الأب والأم. الدور الأساسي بتاع الأب والأم إن أنا أغرس كلمة الله فيهم، ولما أنا هبتدي أغرس كلمة الله فيهم كل الاحتياجات دي هتتسدد. مش هنقول إن الولد هيبقى بيرفكت والولد مش هيطلب ومش هيتذمر، بالعكس، لكن هنقدر نعالج الأمر بطريقة مختلفة تماما. أشكرك مها، يعني حتة حلوة قوي أثرتها إيمان، إنه أنا كويس خالص كأهل وكمدرس مدارس أحد وكمعلم إني أغرز وأبث في الطفل جزئية مهمة قوي، الثابت. يمكن الأهل تتغير لكن الثابت هو الله، إنه الأمان مصدره الله. ودي حتة عجبتني وحتة قوية جدا، إنه مهما إن شافونا وصورتنا المهزوزة شوهت الدنيا جواهم، إلا إنه يعرفوا إنه في إله هو مصدر كل الأمان، هو مصدر كل الحب، لأنه لا يتغير. ولكن تبقى حتة مهمة قوي، النهاردة الطفل بالملموس هو مش شايف الله، خلينا نكون واضحين، بس شايف بابا وماما. إزاي بابا وماما بيشوهوا صورة الله في عيون الطفل، وفي نفس الوقت بيكونوا سبب في انهم بيسرقوا سلامه وامانه بدون ما يدروا؟ ايه رايك؟ صعب الموضوع. هو مش صعب، بس هو يعني في اغلب الاحيان احنا بنفتكر انه العيال بتتعلم عن طريق الدراك تيتشنج، يعني ان انا اعلم حاجه عن طريق الكلام، عن طريق درس، عن طريق محاضره. لكن الدراسات بتقول انه 80% من العيال بيتعلموه is caught not taught، يعني بالاكتساب مش بالتعليم. يعني انا كقدوه كمدرس بلاس احد، كاب، كقائد، كام، انا سلوكي وتصرفاتي وعلاقاتي وماي رياكشنز لمواقف بمر فيها بتكون هي الوزنة الولد، الناس اللي حواليا كلهم مش بس الطفل بيشوفوها. لو أنا بقول أنا أمينة وما بكذبش، وبعدين حد اتكلم في التليفون وتأخرتي ليه؟ أصل أنا مش عارف إيه، وقلت كذبة بسيطة، العيل شايف ده. لو أنا جيت بعدها قلت له ما تكذبش وما تكذبش، يبقى إحنا أنا كسرت القاعدة. يعني it's not what I say it's what I do that affects the most، اللي انا بعمله لانه ده بيكتسب. 80% من العيال بتعلمه في اي سنه، سواء في المدرسه، سواء في البيت، سواء في الكنيسه، بيعتمد على السلوك. لانه احنا كتير قوي كمدرسين مدارس احد بنركز في المناهج على هنعلم ايه وخلاص ده كام قصه وغلطنا العهد القديم ولا غلطنا. لكن مع الاسف العيل، سالت، عملت احصائيه كده من فتره وسالت العيال اللي هم في اعدادي ايه احسن ذكرياتكم في مدارس احد؟ مش ولا واحد منهم قال لي درس، شحن نوم قال لي قصه اتعلمتها. افتكروا الحاجات الفن، افتكروا الحاجات اللي كانت فيها ظروف صعبه مثلا والمدرسه اتلمست معاهم، دي الحاجات اللي هيفتكروها اكتر. فده بياكد لنا انه التواصل، وانا كقدوه وانا كانسان اكون مشجع، ملامسه موضوع التشجيع مهم قوي، ان احنا كاباء نكون مشجعين، be an encourager. دي اول حاجه العيل بيفتقدها او بيتلامسها او بتفرق معاه، انه حد بيطبطب عليا، انا بلاقي حد اتكلم معاه، بلاقي سدره، وانا حتى لو انا غلط انا ستيل مقبول. وده صوره ربنا، ان الرب يقبلنا، الرب بيقبلنا رغم عيوبنا، الرب بيدينا، يعني احنا بنقول the god of second chances third and fourth and tenth chances، يعني في ترنيمه حلوه قوي في الانجليزي 1000 times I failed، 1000 مره بنقع والرب بيقبلنا زي ما. ودي حاجة احنا احيانا بنبقى قاسيين على الطفل، لا انت ما تعملش، انت غلطت قبل كده، وبنفتكر، لكن ربنا ما بيتعاملش معانا كده. احنا لازم المدرس صورة الله بالنسبة للطفل، الأب احيانا بيبقى صورة الله بالنسبة للطفل. أنا عارفة إن احنا بنتكلم كتير على يعني البيت الأب والأم، لكن
يعني بما ان انت يا ماما قلت الاحصائيه انه لو انت عندك 24 عندك 24 طفل في المدرسه، لو 12 منهم سنجل بيرنت، النهارده انت كأم لو انت سنجل بيرنت او انت كأب كسنجل بيرنت، انت الدور عليك بما تقدرش تقعد مع ابنك كل يوم، لكن even if it is once a week it's okay رغم الظروف. يعني احنا مش هنقول بنكمبرومايز، sometimes بنحاول نتحايل برغم ظروف مجتمعنا، لازم نتحايل على الظروف الموجوده او لازم نورك ان ات، لكن it's important it's essential. فالوقت دوت مهم، حتى لو انا ام لوحدي او اب لوحده اتس اوكي ان انا الوقت ده، الوقت التواصل ده مره في الاسبوع بعد ما درس احد، طب اتعلمت ايه؟ طب اخلاق، الحاجات دي كلها بتفرق قوي في الطفل وبيتعلم منها اكتر من ان انا اقعد اقرا معاه وامشي او اصلي صلوتين وامشي. رائع جدا. ايمان، هل بتشوفي خطوره يعني مش عايزه اقول يعني تشاجر الاباء، تحورهم بطريقه غير لائقه؟ انا مش عايزه اوصل الموضوع لفكره التشاجر او مد الايد او، لكن فقط عند الحوار بصوت عالي وبالفاظ غير لائقه. ايه مشاعر الطفل قدام هذا الموقف؟ الطفل لما بيسمع التشاجر بيبقى قاعد في الكورنر كده، ايه اللي بيحصل؟ يعني اذا كان ده الاساس بتاعي اللي انا بشعر فيه بالامان، وده المكان بتاعي اللي انا يعني ده مكاني اللي انا اقدر انكشف فيه على كل حد، بيتهز. كان زي بالظبط كده حصل زلزال في البيت، زلزال في نفسيه الولد. فالاب والام يحاولوا يخلوا ان هم يتكلموا على المشاكل بتاعتهم دي بعدين، بعد لما الولد يبقى دخل ينام. ابقى واخد بالي قوي لما الولد يبقى موجود، حتى لو انا متضايقه لازم اوصل للولد الحاجه الحلوه في باباه، برغم ان انا متضايقه مثلا من بابا عمل حاجه، لكن ابتدي اوصل الحاجه البوزيتيف اللي في الاب للولد، والاب يعمل نفس الحكايه قدام الولد، ونخلي التشاجر ده بعدين بعد لما الولد يبقى مش موجود في الوقت ده، لان ده الاساس. كنت مره سمعت زي مثل صيني بيقول ان ال في جينيريشن، في جيل زرع شجر والجيل اللي بعده هو اللي بيستمتع بالظل بتاع الشجر. قال احنا دلوقتي من كتر الزحمه بتاعتنا احنا الجيل اللي بنستمتع بالظل دلوقتي، لان جد وتيتا هم اللي زرعوا لنا الشجر ده. قال احنا ما بنزرعش شجر لاولادنا، فما مش هيبقى فيه ظل. فانا لو ما حطيتش الاساس صح، العيال مش هيعرفوا يتصرفوا بعد كده صح. ف انا مش عايزه يعني اربط كل حاجه بالكتاب وده المفروض الدرام ده المفروض يحصل، بس لو نفتكر في تثنيه يشوع كان بيقول لهم ايه؟ علموا الاولاد الكلمه، اربطوها على اعناقكم، مش عارفه اربطوها على ايديكم، اربطوها على ازيال، في كل حته في كل حته. ده الاساس ده الاساس. لما انا بعلم كمان الولد لازم انت كل حاجه تعملها بترجع مجد الله، انا كمان لازم ارجع مجد الله من خلال معاملتي مع جوزي في البيت، من خلال معامله الام والاب مع بعض في البيت. ده حاجه كبيره قوي بتاثر في نفسيه الولد، لان لما بيشوف في محبه في البيت بيحس بالامان، يا ده المكان اللي انا برتاح فيه. لما ما بيحسش بالامان الولد بينهار نفسيا. نعم. مها، هل بتشوفي خطورة عدم إشباع الاحتياج للحب للأمان للانتماء عند البنت والولد من قبل الأهل؟ بيحطوا جواهم احتياج لأي حد، لأي حد يقولهم عبارات فيها حب، تلامس فيه، أو يعني عنده احتياج ومحتاج يكون يعني مش عايزه اقول ان هو يملى الاحتياج بطريقه مش صح، لاني عايزه ارجع شويه بدري عن ما يحصل ده. هل بتشوفي خطوره تقصيرنا كاهالي في التعبير عن المحبه زي ما قلتي، ان كان يعني بالحضن او بالتاتش؟ ازاي توصفي لي حاله بنت هي ما اخدتش ده من بابا، ما اخدتش ده من ماما؟ هل تقدري تقولي لي على حاجه يعني عمليه لبنت ازاي هي ممكن تترمي في احضان حد لان هي بتفتقد ده؟
وانا بعد كده الومها هي البنت بتعمل كده ليه، وانسى ان عندها مكان وعندها جزء لازم يشبع اسمه الاحتياج للحب والاهتمام والامان. ايه رايك؟ فراغ العاطفي طبعا اخطر حاجه، انه سن المراهقه او نستنى، يعني النهارده المدارس حتى مدارس الاعدادي يعني مليانه، يعني بنسمع قصص انه العلاقات بتبتدي بدري، وحتى الاكسبوجر للدراجز بقى بيبتدي بدري. ومع انفتاح التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا ليها ميزات لكن ليها عيوب كتير قوي، انه النهارده انفتاح الاولاد على التكنولوجيا والايزي اكسسبيليتي تو بورنوجرافي اند اول ذس ستاف ميكس ات يعني ديستورتد، ميكس البيكتشر ديستورت. حتى البنت اللي بتبحث عن سام تايمز الحنان والحب والقبول بيبقى بتبحث عنه في المكان الغلط، فبيتقابل برد غلط، ويعني بنلاقي مشاكل كتير قوي، خصوصا انه يعني اتس سايكل الحقيقه، لانه يعني الابورشن بقى سهل، فحتى لو البنت غلطت ات بيكامينج ا سايكل اوف سين. يعني ازاي احنا نحمي الحكايه دي؟ يعني زي ما قلت في الاول انه تداركنا لاهميه الوصول للطفل قبل ما يوصل المراهقه لازم نحط عليها تحذير كتير قوي وكذا خط، انه خلونا نتفادى ان احنا نحل المشاكل وقت المراهقه، ونقول يا ريتنا، ونقول طب ليه هم عملوا كده، وننسى ان هم كانوا صغيرين. النهارده الطفل حتى لو جاي من اسره مش متكامله، اسره مش قادره توفر كل ده، في دور على يعني it takes a village، يعني زي ما في كان مكتوب انه المجتمع، الكنيسه ليها دور، الاكستندد فاميلي، الانكل او الانت او الجراندما او جرانبا ليهم دور، انه لو انا شايف خلل انبه حد، لو انا شايف خلل احاول اسد احتياج، ما استناش لما اوصل. ما فيش حاجه بتحصل اوفر نايت، يعني ما فيش مشكله بتحصل ما بين ليله والتانيه، بيبقى في تمهيدات كتير قوي. يعني لو الام لاحظت انه في خلل معين او في احتياج معين في البيت مش قادر، واكشلي بتحصل، يعني انا I met a situation، في واحدة جت كلمتني في ظرف كده في البيت، طب أعمل إيه؟ أنا كمدرس هاخد بالي، أو ندي البنت دي إحساس أكتر شوية، نهتم بيها أكتر شوية، نعلمها مبادئ كتابية أكتر شوية، نعلمها إنه إزاي احتياجك مش في علاقة معينة بره البيت، إنه التسامح، إنه I don't hold grudges against that، كل الحاجات دي مهمة علشان ينشأ يعني طفل على قدر الامكان متوازن رغم الظروف الصعبه، ممكن يحصل توازن. انا عايز اقول كمان لازم ما ننساش انه يعني الهنا اله افتداء، هو فادي، هو هيز ا ريديمر، هي ريديمز وات از لوست، يعوض عن السنين اللي اكلها غلط. لو في مشاكل انه الرب قادر يرجع، لكن احنا لازم نصلي، لازم ندرك، لازم ناخد خطوات، لازم نرجع للكتاب. أمين. إيمان، نفسي أسألك، أحيانا بنحب نأدب ولادنا بس غالبا بنقصوا عليهم بالشكل اللي يوصلوا لمرحلة مش قابلين التغيير ولا قابلين التعديل، يغلطوا أضربهم، يغلطوا نفس الغلطة بعد ساعتين ثلاثة ما خدش أي موقف. إيه رأيك في التضارب ده؟ ازاي بيوصل للطفل؟ ازاي ما بقاش عارف يفصل ما بين الغلط والمسموح بيه والغير المسموح بيه، وبكون انا السبب؟ دي نقطة مهمة قوي، لان دي برضو بترجع للاساس، ان لو الاب والام مشغولين مرة هضرب مرة هفوت لان خلاص ما عنديش خلق، لكن انا لو مدية وقت لابني هعرف أو يعني اربيه صح. الضرب مش هو كل حاجة، كل حاجة غلط ليها العقاب بتاعها. لما بقول كده معناها ايه؟ ان العقاب لازم يبقى مساوي للحاجة الغلط، ولا ما يبقاش عمل حاجة واروح انا بقى واصلة للمرحلة الاخيرة، ممكن يبقى الضرب، وممكن يعني كل واحد بيبقى عارف ايه المرحلة الاخيرة بتاعت ابنه. لكن بعد لما الولد يعمل حاجة الغلط، لو انا مثلا عايزه اعاقبه واديله تايم اوت او اي حاجه، لازم اقعد مع الولد افهمه هو اتعاقب ليه، لازم اسمع من الولد
ان هو فهم ان هو اتعاقب علشان الحاجه دي، لكن الولد مش فاهم انا اتعاقبت علشان عملت الحاجه الغلط دي، يبقى الولد هيكررها تاني وتالت ورابع. فانا لازم اقعد واحكي مع الولد وافهم منه ان هو فهم ان هو اتعاقب علشان الحاجه دي. الحاجه الثانيه ان بعد لما انا اعاقبه لازم يبقى في جرعه حنان، يبقى ممكن اديله هج يحس ايه ده، صحيح انا دلوقتي اتعاقبت لكن هم عاقبوني علشان بيحبوني. فدي بقى حاجه مهمه قوي، يعني بعد ما الولد يقوم من التايم اوت، بعد ما الولد يطلع من اوضته، لازم اقعد معاه يبقى في جرعه حنان، اقول له اي لاف يو، انا عملت كده علشان انا بحبك. ساعات اقعد افكر اقول يعني الولاد دول لازم يشكروا ربنا ان ربنا اديهم اب وام يحبوهم علشان خاطر كده بيعاقبوهم. فدي حاجة مهمة قوي، ان العقاب لازم يبقى مساوي للخطأ، وفي نفس الوقت يبقى فيه جرعة حنان، والعقاب ما يبقاش عشان اي حاجة جات في مخي كده عشان انا مشغولة دلوقتي فانا هعاقب الولد، لا لازم يبقى فيه تدرج. في يعني منهج طالع او مش طالع بقاله فترة بيقول لك مثلا 1 2 3، الولد لما يعمل حاجة الغلط قول 1 2 3، وقول له بعد 3 انا عايزه ان تكون وقفت الحاجه الغلط دي، ويقول لك بعد لو هو كررها 1 2 3 قول له لو عملت الحاجه الغلط دي تاني ده اللي هيبقى العقاب بتاعك، فالولد يبقى عارف. لكن انا ما اقدرش اجي بعد ما عمل حاجه غلط يلاقي ضربه نزلت عليه، لازم اقول له لو عملت الحاجه دي مثلا هتتضرب عليها، برغم الضرب ده اخر حاجه نفكر فيها كبيرنس، لكن مثلا الحاجه دي هتتاخد منك، وابقى يبقى في استمراريه في الموضوع. لو انا فعلا عملت كده انا استمر في العقاب بتاعي زي ما انا قلت، الولد كرر تاني هقول له 1 2 3 الحاجه دي لو حصلت تاني هيحصل كذا، يبقى في استمراريه. ف رائع. ما عرفنا انه التاديب لازم يقابل او الاخطاء تقابل بتاديب سليم ومتزن. طيب ماذا عن المواقف الحلوة اللي ممكن الولاد، ما هو مش معقول تكون كل حياتهم سلبية، أكيد في أجزاء إيجابية. ماذا عن مواقف حلوة، عن تفوق، عن أمر حلو، عن آية يحفظها، عن ماذا عن كلمات المدح والتشجيع؟ هل احتياج ولا بنفتقدها؟ أشكرك عشان قلت كده. إحنا عندنا عادة إن دايما نشوف الحاجة السلبية، مش بنشوف يعني بتبقى حتى لو حاجة كويسة دايما عيننا على الحاجة السلبية. يعني ندرب نفسنا على نشوف الحاجة الإيجابية حتى لو موقف سلبي، نشوف الحاجة يعني نشجع مثلا، أنت نبتدي بالحاجة الإيجابية، يعني أنت عملت كده في الموقف ده كان كويس، يعني أنا مبسوطة إن أنت أخدت الموقف ده، لكن المرة الجاية خد بالك إن أنت عملت كذا، يعني نبتدي بالحاجة الإيجابية، ده دور التشجيع مهم. وفي الحالتين يعني سواء في التأديب أو في التشجيع لازم يبقى رايت أواي إيميديت، يعني مش بعد أسبوع مع الحاجة. العيال بينسوا، العيال بطبيعتهم يعني بيهتموا او بيحسوا بالحاجه وقت ما بتحصل، فلو احنا عاوزين فعلا لو كان يعني حاجه تجيب الايفكت بتاعها صح يبقى تاثيرها واضح تتعمل على طول، تبقى يعني عندنا بديهه، يعني يبقى ذهننا حاضر لو عمل حاجه الولد ابقى انا على طول مستعده ان انا اشجعه او اكافئه او كده. ونفس الحكايه في العقاب، لو هو محتاج، لانه لو بعدها باسبوع مثلا انت فاكر الاسبوع اللي فات انت عملت ايه، الولد مش هيفتكر، هيكون نسي، هيبقى التأثير بتاعها أقل. رائع جدا إيمان، طفل رائع، كلمته كلام شجعته بيه. طفل احتاج تأديب، قدمت ليه تأديب سليم بدون أي أثار، لا أثار على الجسم ولا أثار كمان نفسية تدوم. طيب لو النهاردة طفل عندك في الفصل غلط، أو أنا أم وقاعدين في وسط مجموعة وابني غلط، ماذا يعني عن طريقة التوبيخ، إزاي بوبخه وفين وامتى، وهل قدام الناس او قدام اصدقائه او في وسط مدارس الاحد او في وسط المجتمع الكبير، ولا امتى اوبخه وازاي اوبخه؟ مشكلتنا في كشرقيين عايزين بقى اولادنا بره يبقوا النموذج المثالي، ده ابني فعايز يبقى بقى النموذج المثالي، ما حد عمره ما غلط يعني، بس فلما بيغلط بره بقى يبقى خلاص يعني. لكن لو ابني غلط بره ما أدبقوش قدام الناس، دي أكتر حاجة ممكن تجرح الولد. ممكن أخده على جنب، أتكلم معاه، ولما أتكلم معاه مش نظام بقى يعني أنت عملت كده غلط، لأ
نبتدي بالراحة، إيه اللي حصل؟ طب أنت ليه عملت كده؟ يمكن دي شوية بالنسبة للسن الأكبر أقدر أحكي معاه وأتفهم معاه، من فضلك ما تعملش كده. لو عملت كده تاني لما نروح البيت هيبقى في عقاب هيحصل، لكن أنا أعاقب ابني قدام الجماعة دي أكبر حاجة غلط، دي بتهز نفسيته جامد جدا. وأنا بحس كمان يعني أنا صورتي راحت قدام الناس، يعني ده الطبع الشرقي بتاعنا يعني. لكن نهدى، ناخد كده دي بريث، ونحكي مع الولد ونشوف إيه العقاب المناسب في اللحظة دي. دي عايزة حكمة، دي حاجة مش سهلة، لأن زي ما قلت الطبع الشرقي ده في دمنا، فمش دي طبيعة فينا. فدي عايزة بقى إيه، نهدى كده وناخد دي بريث ونوريه محبة. يعني صحيح أنت غلطت قدام الناس، لكن أنا بحبك. هي دي بقى الفرص اللي بيحس فيها بقى بالمحبة. ونفسي نتعلم كجماعة، لو حس الحاجة غلط قدامي، لو شفت ولد بيعمل حاجة غلط ما افضلش بقى حكي شفت ابن فلانة عمل كذا النهاردة، ابن فلانة لا، يعني لازم نطلع برا العادة دي شوية ونشجع الولد ده ازاي ما يعملش كده تاني. ومش من حقي انا ان انا اروح اعاقب او ديسيبلين ولد مش ابني. لو الولد ده مش ابني انا مش من حقي ان انا اروح اتكلمه، الا لو كان بقى في حالة خطر فعلا على الولاد اللي موجودين، في الحالة دي اقدر احامي عليهم، لكن مش من حقي خالص ان انا اتكلم مع الولد ده. مها، قبل ما اسالك نفسي اقول يعني احبائي المشاهدين، الموضوع موضوعكم، الطفل ده موضع اهتمامكم، شاغل بال كثيرين. عندنا مع الاولاد مشاكل كتير، لكن محتاجين نعرف ازاي يكونوا الولاد دول في مشيئه ربنا وحسب قلب الله، يمجدوا الرب قبل ما بيقولوا، زي ما بتقول ايمان، قبل ما يعملوا مواقف ربما تسيء لينا وتسيء لالههم، ازاي يكون الصوره الجميله المشرفه اللي بتخبر عن وجود محبة رائعة عملها شخص الرب يسوع فيهم منذ حدثتهم، منذ نعومة أظافرهم. عايزة أقول لكم الخطوط هتتفتح دلوقتي، محتاجين تعليقاتكم، محتاجين نصايحكم، محتاجين كمان أسئلتكم، لأنه الموضوع مش سهل والموضوع كبير. لكن عندنا جزء كبير لسه باقي من الحلقة، هيكون عبارة عن وسائل إيضاح لتوصيل كلمة الله بشكل مبسط لطفل مدارس الأحد. محتاجين خبراتكم، محتاجين أفكاركم الجميلة، بالذات أنه العيد قرب، وإزاي أكون بقدم وسيلة إيضاح أكلم فيها الطفل عن الصليب وعن القيامة بشكل مبسط يدخل لذهنه ويقدر يستوعبه، وكمان يعرف مفهوم الصلب بالنسبة له إيه. مها حبيبي، عارفة أن عندك ترانيم، محتاجين نسمع واحدة من ترانيمك، قول لنا كلماتها الأول. يعني ما كلمناش كتير قوي على ميبل سيت اب بتاع مدارس احد ومدارس، لكن اهم حاجه انه احنا كمدرسين لما في الزمن ده، يعني لما نعمل فصل مدارس احد ما ننشغلش قوي بالتفاصيل، لكن نركز انه نوصل الحقائق الكتابيه او المبادئ الاساسيه من خلال اساليب، سواء ترانيم او قصه او كده، تكون بطريقه شيقه بس تكون سهله على الطفل انه يستوعب. ففي مثلا وسائل إيضاح، في ترنيمه وسائل اللي هي اسمها stop، maybe we can run it، stop and let me tell you what the Lord has done for me. اقف وخليني اقول لك المسيح عمل معايا ايه. عمل معاك ايه المسيح؟ محى خطاياي وفدايا. He forgave my sin and he saved my soul. He cleansed my heart and he made me whole. هي دي كل الترنيمه، خلاص خلصت. بس لو العيل بيقولها اولا خفيفه وسهله، بلس ان فيها حقيقه واضحه، حقيقه الخلاص، ان المسيح جه وفداني ومحى خطاياي واعطاني حياه جديده. بس حق كتابي جميل مبادئ مبسط المبادئ اللي احنا محتاجين ان احنا نعلمها للطفل، يعني الخلاص والفداء، الغفران، ان الله هو خالق، في مبادئ اساسيه لازم نعلمها ونعيدها على الطفل عشان تتزرع فيه. رائع جدا جدا. طيب عندك ترنيمة جميلة مرنمة، هنسمع الموسيقى بتاعتها دلوقتي. هنقولها دي؟ نحفظها دي؟ يا ريت. اوكي خلينا نرن ات. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He forgave
boldly tell you what the Lord has done for me. And let me tell you what the Lord has done for me. Stop. بس. It's very short. هي وصلت بس بص لما بنعلقها بص العيال طالعين ماشيين بيغنوها في البتاع ومن غير ما بيتركوا الحقيقه دي بتدخل جوه لانه دي حقيقه الخلاص وحقيقه الفداء وحقيقه كل قصه بنقولها لازم نوصل منها الحقيقه دي انه انا خاطي لكن المسيح فداني وانا عندي غفران فيه. بس خلصت. رائع جدا. خلينا نتنقل لنقطه تاني جميله وركز فيها على دور الكنيسه. دلوقتي عايزه اقول لكم الام لما بيجي طفلها الاول مثلا بتعمل ايه؟ تستعد الام لاستقبال طفلها. طيب ده نفس الحكايه انا بشوف في الكنيسه. كيف تستعد الكنيسه لاستقبال طفلها؟ ايه رايك يا مها؟ تستعد الكنيسه للاطفال انا يعني دلوقتي يعني دلوقتي بتقول ايمان انه انا عندي في الفصل كذا طفل حالتهم كده. أنا عن نفسي أنا بشكر ربنا جدا إنه الأهل اللي حالتهم بتحكي عنها إيمان بيجيبوا أولادهم لغاية عندي. إزاي النهارده الأم بقى علشان الوضع بعد هتوضع بعد شهر إزاي بتعمل استعدادات والمستشفى والتعقيم بيكون جاهز وإزاي الهدوم بتكون جاهزة وإزاي هي نفسيا بتجهز نفسها؟ أنا برأيي الكنيسة كمان يجب يكون عندها نفس النظرة لأهمية قدوم طفل المدارس احد يا مها. ايه رايك؟ الترحيب يعني احنا طبعا كشرقيين بطبيعتنا يعني وير وارم بيبل احنا بنحب نرحب بالناس لكن الاهتمام بالطفل بصوره معينه انه احنا بندعوه ان هو يدخل الكنيسه بندعوه لما يجي مدارس احد ياخد هديه نرحب بيه باسمه نتعرف عليه نحاول نحطه مع الاولاد اللي في سنه دي حاجه كويسه. الحاجة الثانية قالتها ماما من شوية بس أنا عايزة أختلف معاها شوية. حاجة من الحاجات اللي بنفتقدها النهاردة في مدارس أحد إنه لو حد مثلا مش من قادة مدارس أحد أو من الناس اللي مدرسين باستمرار وبيبقوا في الفصل سبتايز بيبقى عندنا خوف شوية إن إحنا ناخد موقف، يعني نشوف عيل بيتشقى، عيل بيعمل حاجة غلط تقول وأنا مالي؟ مش ابني أو وأنا مالي ما طالما ما فيش حاجة حصلت. ده بقى يعني عنده شوية يعني بيؤدي الى باد افكتس. انا بعتقد انه كل حد في الكنيسه هو قائد. لو يعني نرجع تاني ايه الموتيف انا هدفي ايه؟ مش انا هدفي بس انا ازعق للولد او احامي عند ابني وده. لكن لو انا شفت موقف مش صح ما ينفعش اسكت. لو انا شفت حاجه العيل بيعملها مش مظبوطه او ممكن تكون يكون تاثيرها سلبي على عيال حواليه لازم اتكلم بمحبه بتوجيه والاقي حلول. وفي نفس الوقت ما بقاش انا يعني بعمل مشكله لكن انا لو لقيت مشكله احاول احلها مش اكبر المشكله. Sometimes ان احنا يعني عدم شعورنا بالمسؤوليه بيخلينا نترن اور باك لحاجات كان ممكن نتفاداها والحاجات دي مع الاسف بتكبر. فكل واحد في الكنيسه له دور مش في كل الوقت او مش في كل المواقف لكن لو انا شفت حاجه دوري ان انا اوجه او اتكلم مع مدرس مدارس احد اتكلم مع الاب والام اتكلم مع الطفل sometimes لو في محبه لو في غيره لو في احساس بالمسؤوليه انه ده كنيستي ودول عيالي وده مستقبل كنيستي لازم انا اخد دور ايجابي. رائع جدا. عايزه ارجع انا هديكي فرصه تكملي بس نفسي اقول لك بشكل مختلف. الكنيسه شافت انه كل الاحتياج لهذا الطفل المولود الجديد اللي جاي لي اللي المفروض استقبله منهج ومدرس مدارس احد. ايه رايك؟ منهج ومدرس مدارس الاحد حلوه قوي لكن البدايه بتبتدي انا بحس من اول لو هنتكلم بقى ليترلي البيبي هيتولد في الكنيسه عندي من اليوم اللي هيتولد فيه او اكشلي من يوم اللي اتكون فيه. ازاي انا ككنيسه اصلي من اجل الولد ده في المعموديه بتاعته لو احنا الكنيسه بتعمد الاطفال ازاي انا ككنيسه وانا بتحد مع الاب والام في صلاه من اجل ان الله يحفظ البيبي ده. دي مسؤوليه عليا ككنيسه لما البيبي ده يجي ولو انا عندي نيرسري ويعني بيقعد مع حد ازاي اوري له
المحبة ان في حد بيهتم بيه، حد بياخد باله منه. النيرسري مش فصل علشان خاطر انا احط ابني فيه وهو بيبي عشان ما يعيطش يعمل دوشة في الكنيسة، لكن ده بيحس بمحبة الله في الوقت ده، بالعناية الصغيرة اللي انا بقدمها له في الوقت ده. ازاي ان انا اقول فعلا يا رب صلاتي ان الولد ده يكبر في النعمة والقامة والحكمة عندك انت وعند الناس؟ ازاي انا ككنيسة اقدم حاجة زي كده؟ شوية ساعات ان بحس ان الكنيسة دول مدارس الاحد، يطلعوا في اوضتهم ونخلص على كده، وييجوا وينزلوا يلعبوا مع بابا وماما بعد كده بعد الكنيسة، ويقفوا معاهم يلعبوا مع بعض. لكن الكنيسة، انا عايزة اقول الchildren ministry او الاطفال، هم دول البذرة بتاعت الكنيسة اللي لازم تكبر، هم دول الحاجة الأساسية اللي في الكنيسة اللي احنا لازم ناخد بالنا منهم. فمسؤولية كبيرة قوي على الكنيسة ان انا ازاي اقدم محبة، لان ده المكان اللي لازم يحس فيه ويلمس محبة الله فيه. رائع جدا. مها، هل بتشوفي واحدة من دور الكنيسة الأساسي جدا تربيط العلاقة الوطيدة والاهتمام بالعيلة اولا، بالأب والأم؟ يعني لو انا ككنيسة مهتمة بالعيلة دي، اعتقد هو ده الضمان الوحيد اللي هضمن ان ابنهم منين هيجي الولد، ان لم يعني عايزة اقول يكون في الشركة والارتباط والاهتمام من قبل الكنيسة للعيلة. زي بتشوفي اهمية العلاقة ما بين البيت وما بين الكنيسة؟ يعني هو الناحيتين، يعني sometimes بنلاقي انه العيال مثلا بيجوا بيحبوا مدرسة احد فبيجيبوا اهاليهم، حتى لو ساكنين بعيد مثلا عاوزين نروح فبيجوا. فاهم حاجه ان احنا ندي اهتمام للطفل. الحاجه الثانيه انه يعني مثلا في القيادات الكبيره في الكنيسه، لو الكنيسه مثلا بتنظم زيارات او كده، لو انا رحت وزرت عيله عندها اطفال، او انا عارف ان العيله دي عندها اطفال وانا رايح، ممكن اخد حاجه للطفل او اوجه نظرهم انه انت مثلا احنا عندنا مدارس احد، بس هل الولد بيحضر؟ هل انت بتتابع مع ابنك اللي بيحصل في مدارس احد؟ هل بتهتم بالمسبح العائلي في البيت؟ ففي تواصل من ناحيتين. لكن الدور الاهم انه لما الاب والام مع ضغوط الحياه، لما يجيبوا العيال مدارس احد او الكيسه، ما بيبقاش روح بقى خلاص انا عايز اقعد الكيسه احضر واسمع. يعني بقى ده موست اوف ذا تايم بيسين ده بقى الشارج، انا عايز اقعد واسمع مش مهم الولد بيعمل ايه، لكن اتواصل مع مدرس مدرسة احد، اتواصل مع القيادات عشان اسمر في حياه الولد. طب انت اتعلمت لما يروح البيت معاه مثلا ورقه معاه ايه، طب تعال نقعد نحفظها مع بعض، تعال نقعد نقراها، لو في قراءات معينه في وسط الاسبوع نقعد نعملها مع بعض، او اساله حتى عملتها ولا لا، فالولد يحس انه انا مهتم بحياته الروحيه، او انا مهتم باللي بيعمله في مدرسه احد. فده يعني اتس تراينجل كده، علاقه مثلثه. أمين. أستأذنكم ناخد اتصال نرجع تاني نكمل. أختي أماني، أهلا وسهلا بيكي حبيبتي، من فضلك بس وطي صوت التلفزيون شوية. أهلا بيكي حبيبي. أهلا بحضرتك، تمام؟ اتفضلي حبيبتي. أنا دلوقتي على الهواء. اي حبيبي، احنا سامعينك كويس خالص، اتفضلي. اوكي، انا كنت بسال، بس انا عندي بنت عندها 3 سنين. ايوه. بتعند جامد جدا. ايفن ان في مدارس الاحد لما اقول لها قولي ترنيمه او ليتس بلاي او اي حاجه من الحاجات دي، بتضطر ان هي تعمل عكس من الاطفال بيعملوه، وده كان نتيجه ان باباها كل ما تعيط او تزعل ينفذ لها كل اللي هي عايزاه. زائد ان انا لما كنت في فيكيشن في مصر، باباها جد وتيتا كانوا كل ما اجي احاول ان انا اعاقبها، لا حرام عليكي دي صغيره ما بتفهمش. ليه تعاقبيها؟ بالعكس، ده العند ده بياكد انها بتفهم. يعني هم تخيلهم ان هي 3 سنين، يعني هي ما بتفهمش. لسه بيبي، يعني المفروض ان انا ما اعاقبهاش ومفروض ان انا ما اضرهاش. لا، ما انت ما تعاقبيهاش برضو، انت لازم تحتضنيها. يعني احيانا لما بنفهم ايه سبب البيهيفير بتاع الطفل بنقدر نتعامل معاه.
يعني انت برضو لمستي نقطه مهمه، انت عارفه انه اوكي لما بتعيط البيت بيلبي لها رغباتها، هي محتاجه شويه يعني ثقه، يبقى في ثقه ما بين المدرس، يبقى في احيانا تشجيع او مكافاه. لكن انا عايزه يعني سن 3 سنين زي ما تقولي الفكره اللي عند الناس انه 3 سنين ما بيفهمش، لا 3 سنين بيفهم وبيتصرف وبيعند زي ما انت بتقولي. فلازم يعني حاولي it might sound funny بس عمرك اديتي رساله الخلاص؟ هل هي عمرها قبلت المسيح؟ مهم قوي ان احنا ندي رساله الخلاص للطفل وهو صغير، لانه ده بيخلي الروح القدس يسكن جواهم، وده بيخلي السلوك مختلف. ناس كتيره مش بتؤمن بالحكايه دي، لكن اتس ترو. اذا كان الطفل 3 سنين قادر ان هو يعند، يبقى هو في 3 سنين قادر ان هو ياخد قرار ان هو يقبل المسيح في حياته، او يفهم انه في حد مات علشانه. فحاولي تدي رساله المسيح وشوفي، حاولي تكوني ميبي بتتواصلي معاها اكتر، او بتدي مكافاه اكتر، او بتكوني بتسالي عليها في وسط الاسبوع. طبعا she's too young يعني، بس sometimes the relationship بتفرق. لكن برضو عايزه اقول لك حاجه تانية، بليز صلي علشان البنت دي، صلي عشان اهلها كمان. حاجتي لما بنقف في الثغر كمدرسين مدارس احد في مشاكل معينه، بنت حضرتك ام سوري انا فاكراكي مدرسه. لا ده هي بنتي انا. طب دلوقتي حضرتك يعني كهي بنتك، لما الاب بي ريورد اول ذا تايم لما هي بتعيط، انت بيبقى دورك ايه؟ ما انا بحاول اقول له لو سمحت خليك في صفي، يعني ما تبقاش انا اقول حاجه وانت تروح منفذ لها العكس، لان ده بيخليها ان انت انت الكويس انت الحنين وانا الوحده. انا اللي بعاقب، انا اللي بشد، انا اللي بعملها بقسوه. ولذلك هي معظم الوقت لو هو قاعد في البيت هي قاعده لازقه فيه، ملهاش دعوه بماما دي خالص. اي نو. انا عايزه اقول لك برضو يعني حاولي انت وجوزك مثلا لو تقدروا تتكلموا مع بعض، لو حس المشكله قبل كده تعالى انا وانت نتفق على حاجه مع بعض قبل ما نقول ايه اللي هيحصل. يعني لو هي عيطت على حاجه مثلا، طب يا ترى هنجيبها لها؟ لو انتوا الاثنين اتفقتوا هنجيبها، يبقى انتوا الاثنين على نفس الخط. يعني حاولوا يبقى ايه في حوار شويه او في سيستم، يعني بحيث ان انتوا الاثنين تبقوا على نفس الخط، لان دي مهمه جدا جدا. الحاجه الثانيه ان البنت لو هي بتعند مثلا، مش عايزه ترنم، مش عايزه تصلي في مدارس الاحد، يعني don't push her على حاجه زي كده علشان باقي الاولاد بيعملوا حاجه زي كده. لكن حاولي تلاقي الحاجه الحلوه اللي بتحبها، وممكن هي مثلا مش حاسه ان هي confident ان هي ترنم، هل مش حاسه ان هي confident ان هي ممكن يعني واثقه في نفسها ان هي ترنم زي حاسه. يعني عارفه الولاد في السن ده برضو ستيل احنا بنحسهم 3 سنين، لكن بيفهموا شويه الدنيا حواليهم شكلها ازاي وبيتصرفوا بناء عليها. فحاولي تشوفي ايه الحاجه اللي بتحبها وشجعيها عليها. مثلا لو لونت كمان صوره حلوه قوي، تعالي ناخدها معانا مدارس الاحد مثلا، وكمان نرنم ترنيمه واحده النهارده، عايزاكي بس ترنمي ترنيمه واحده النهارده. ترنيمه كمان هي مثلا حباها، هي تختار. حاولي كمان مثلا يعني يوم لو يعني الاب قال حاجه وانت مش مقتنعه بيها، حاولي برضو ان انت ايه ما توريش ان انت فرستريتد عليها، لكن اهدي. ولما البنت تدخل تنام ممكن تتكلموا في حاجه زي كده، اسمعي هو ليه عمل كده وانت ايه وجهه نظرك واوصلوا الحل. تيتا وجدو بقى دي مشكلة تانية، وخاصة ان انتي كمان مش عايشة معاهم، هما جاية وهي بتزور فترة محددة، فدي حاجة لازم هيدلعوها. لما بقولك اغلى الولد من الولد الولد، فدي لازم يعني استحمليها الفترة دي. وفي نفس الوقت انا عارفة دي طبيعة شرقية فينا، لكن لو مشينا بحسب التعليم ان مفروض ان الام هي ليها القرار الاول والاخير في حاجه زي كده. فربنا يديكي كمان الموضه اللي هي قعدتها وهم ابتدوا ان هم يعملوا دون ده، خلاني رجعت لورا. يعني لما انا رجعت هنا تاني وابتديت ان انا اتكلم معاها، لا ما هم كانوا بيقولوا صح. انت ازاي تقولي ان ده غلط؟ وقبل ما نقول على حاجه غلط، انا اشجعك ان انت تقري عن السن ده. اري سن خصائص 3 سنين، ايه الحاجات اللي بيحبوها، ايه الحاجات اللي بيخافوا منها، اللعب اللي بتحب تعملها. يعني اقري على السن ده، الويب سايتس كتيره عايزه تجيبي كتب. اشجعك ان انت تقري
عن السن ده وازاي تعرفي تتعاملي معاه، ده هيديكي برضو راحة شوية. الحاجة يا ترى دي اللي أنا بعملها صح ولا غلط، فدي هتديكي راحة شوية. الحاجة كمان اللي قالتها مها مهمة قوي، إن رب يعني حطيها في الصلاة، مش عشان أنا أشكل البنت بالطريقة اللي أنا عايزاها، لكن علشان البنت دي فعلا تقدر تنمو بالطريقة الصح. أنا خايفة جدا، لأن إحنا في مجتمع مفتوح جدا. بصي ما تقلقيش، لأن دي بنته، وطالما أنت رفعها في الصلاة ربنا يديكي حكمة ازاي تتعاملي في المشاكل دي. تربيه الولاد دي حاجه مش سهله، دي تشالنج علينا كلنا، يعني حتى واحنا بنتكلم برضو بنمر في مشاكل، يعني مش احنا بيرفكت، لكن احنا بنتعلم. وربنا يديكي حكمه، في كتب كتيره قوي، في ويب سايتس كتيره قوي للبيرنتس. You recommended some websites or books for that. طيب انا ممكن لو تسيبي نمرتك في الكنترول وانا ارد عليكي بعد كده بكتب ويب سايتس. I will let you know that. اوكي. على فكره اللي عندي دليل الذكاء، هي هتطلع ذكيه البنت دي. ده شيء مشجع جدا. يعني حاولي تشوفي مواهبها ايه وتشجعيها في المواهب، يعني تيك برضو ذا بوزيتيف سايد زي ما كنا بنتكلم قبل كده لو كنت بتتابعي الحلقه. يعني اشغليها في الحاجات البازل اللي هي حاجات اللي هي بتحبها، الحاجات اللي ممكن تنمي مواهبها فيها، لانه ده هيخليها برضو اقل عندا، يعني لانها هتكون مشغوله بحاجات ثانيه. انت بتشتغلي؟ نسبه الذكاء اللي عندها، ان انا بتخيل ان هي ما بتحفظش، بل بالعكس انا اول ما بروح من الساندي سكول بتقول كل اللي حصل في ساندي سكول. واو. الترنيمه، الدرس، كل حاجه بتقولها. استنى، ليه كنت مش راضيه تقولي في الكنيسه؟ لا، يو يوز ذس از ا تول فور يو. ده زي السبونج بيمص دلوقتي كل حاجه، وهيجي وقت كل حاجه هتطلع. فما تستعجليش، هي دلوقتي بتاخد كل حاجه وهيجي وقتها هتطلع فيه. فربنا يديكي حكمه، صلي لها وسلي ربنا يديكي انت كمان حكمه ازاي تتعاملي لما يبقى في مشكله زي كده. انا كنت عايزه اسالك، انت بتشتغلي ولا لا؟ الو اماني، انت بتشتغلي؟ لا مش بشتغل. يا فهي قاعده معاكي على طول، فطبعا لما هتشوف باباها طبعا لازم، فانت قاعده معاها على طول. فدي على فكره بتصعب المشكله شويه، لان انت اللي معاها، انت الديسيبلينيري على طول، يعني انت اللي بتقولي اه ولا على طول. ولما الاب بيجي بيبقى قاعد معاها فتره معينه محدده في اليوم، فعايز يديها كل المحبه. فدي ربنا يديكي حكمها في البالانس في حاجه زي كده. بس يعني اشجعك ان انتوا تتكلموا مع بعض وتوصلوا لحاجه معينه، بحيث يعني عارفه حتى بحركه معينه، مثلا اه لا نديها ما نديهاش، بحيث ان احنا يعني وما يبقاش الخلاف قدام البنت كمان. يعني حاولوا مثلا زي صباع اه يعني كده ثامز اب، يعني ياس هنديها، لا نستنى شويه نتكلم كده بالراحه لما هي مش يعني ما تبقاش سامعه. وربنا يديكوا حكمه بقى ازاي توصلوا لحل زي كده. يعني انا طالبه منكم تصلوا لنا ربنا يدينا حكمه في موضوع التربيه ده بالذات، لانه صعب جدا في البلد دي. يا صلي لها ربنا يديها نمو في الحكمه والقامه والنعمه دي، بتغطي كل حاجه. وحاسه ان حد يديني الويب سايت او الكتب اللي انا ممكن استعملها. ابسولوتلي. ميرسي خالص. ميرسي ليكي يا اماني، شكرا جدا لاتصالك، ومش عايزاك تكوني مشغوله على بنتك. انت عندك رغبه انك تشوفي بنتك احسن الناس، وامين الله هيعمل كده. بس شويه امور تتظبط، بس شويه اعداد جميله كده يدوب فيها كل الكلام ده بينك ما بين زوجك، هنتفق على شويه اسس ومبادئ معينه، كل ده هيدوب. ما تخافيش، هي لسه في مرحله التشكيل، فده قابل قوي للتغيير والتشكيل، انك تشوفيها زي ما انت عايزه، بل زي ما الرب كمان عايزها. امين. اختي نانسي من كندا، اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. ايوه اهلا بيكي حبيبي. اهلا، انا على الهوا. اتفضلي حبيبتي، انت على الهوا. ايوه مساء الخير، انا اسمي نانسي من كندا. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه قوي بالحوار الحلو ده. الحقيقه كان عندي سؤال. عندي بنتي عندها 7 سنين. كنت عايزه اسال يعني في الكوميونيكيشن، يعني سام تايمز بحب اشرح لها مثلا حاجه زي انه مثلا ان احنا لازم نساعد الفقراء، نبعت حاجات مثلا لما بنبعت دونيشنز او حاجه. فعايزه اعرف، لان هي دايما بتقولي طب ليه يا ماما في فقراء، طب مش هو ربنا بياخد باله مننا كده يعني. فعايزه اسال ازاي.
اكشلي دي فرصه انك تعلميها ازاي احنا نشكر ربنا على اللي عندنا. يعني احنا وي ار سو بليست از ا نيشن، يعني في نورث امريكا او في كندا، يعني ان كون انه ربنا ادانا كل الحاجات دي، انه ربنا بيسمح بحاجات تحصل. يعني هي ميبي صعب انها تفهم، لكن مش لازم تركز قوي على ليه في فقره، لكن انه ربنا ازاي يستخدم الناس اللي عندها او الحاجات اللي ربنا اداها لنا ان احنا نبارك بيها ناس تانية. وهي يعني لو عند لو يعني سبعة مش صغيرة، لو انت عندك فرصة انك تاخديها مثلا في كنايس كتيرة بتوفر sometimes meal مثلا to serve a meal for unprivileged families or to حاجة زي كده، او حتى sometimes عن طريق some of the website بتاعت الهيئات المسيحية، انه زي مثلا World Vision you can adopt a child and you can sponsor them monthly and you get updates على يعني حالتهم ايه وكده. هي البوينت اللي انا بحسها تشالنج شويه ان انا بحاول دايما لما بنقعد نتكلم عن ربنا ونصلي مع بعض وكده، بيحاول افهمهم انه ربنا ده بياخد باله مننا وبيرعانا وكده. فلما هي بتشوف حاجه مثلا for example حاجه مثلا disaster في حته زي earthquake or something، طب ليه يا ماما انت بتقولي ده ربنا ده حلو، طب ليه طب ما ممكن يحصل لنا احنا كمان كده، طب ازاي ده ربنا بياخد باله مننا، ازاي يحصل للناس دول كده. فالفكره دي انا مش عارفه يعني دايما بتقابلني في كل يوم في مواقف كتيره، مش عارفه ازاي اوصلها لها. يعني لازم البنت تتعلم كمان ان حتى في الظروف الصعبه دي والظروف الوحشه دي الله برضو بياخد باله مننا. يعني مش لازم عشان ربنا بياخد باله مننا تبقى الحياه جميله وكل حاجه ماشيه صح. احنا دي طبيعه الدنيا هنا، يعني دي طبيعه ان احنا عايشين على الارض، لازم هيبقى في زلازل، لازم هيبقى في موت، لازم هيبقى في ناس فقيره في ناس غنيه، لازم تبقى كل حاجه موجوده على الارض. لكن حتى لو في زلزال الله برضو بيعتني بالناس دي، وربنا يعني خلانا احنا كمؤمنين او اللي احنا بنعرفه يدينا القلب ان احنا ندي، ويبقى عندنا كايننس وعندنا القلب اللي هو بيعطف وبيدي، فان احنا نقدر نساعد بحاجه زي كده، مش علشان احنا احسن منهم، لكن علشان خاطر لا دي ده دوري انا على الارض to honor God and to glorify his name by giving، بان انا ابقى اساعد وادي حتى لو حاجه صغيره، مش لازم تبقى حاجه كبيره، لازم حتى لو بحاجه صغيره. انا يعني ده يعني ده انت ربنا يعني فاتح قدامك فرصه ان انت تتكلمي عليه حلوه قوي، وربنا يستخدمك. وهي يعني اهم حاجه تفهمي البنت ان مش عشان ربنا موجود يبقى كل حاجه هتبقى ماشيه صح وماشيه حلو، لا الله ممكن بيبقى فيه ترايلز علشان خاطر نتعلم منها حاجه، فده درس ممكن تتعلمه يعني حتى لو حاجه. وبعد كده الحاجه الوحشه دي مش ربنا هو اللي عملها، يعني دي هو بنمر فيها علشان نتعلم منها حاجه تانية بعد كده. فان انت كمان تساعديها تفهمي ان هي تساعد حاجه زي كده، ممكن يبقى يعني في مناطق فقيره بسبب قله المطر، مش بسبب يعني حاجات جغرافيه، يعني في يعني فهميها ان في اسباب كتيره قوي، يمكن احنا ما نعرفش السبب ده ايه، لكن احنا لو في ايدينا نساعد حاجه زي كده نساعد على قد ما نقدر، وربنا يحط جواها البذره بتاعه العطاء دي. دي بذره يعني صعبه قوي على الولاد في السن ده ان هم يدوا، فان هي حابه ان هي تعمل حاجه زي كده، ده ربنا يباركك ويباركها ويبارك عيلتك في حاجه زي كده. ثانك يو جدا، ربنا يبارك ويشفيك. نانسي ممكن انه قصه من يعني من قصص الكتاب المقدس اللي بتؤكد اول حاجه دي قصه يوسف، انه يعني يوسف اخواته اساءوا اليه وباعوه، لكن ده كان لقصد من ربنا، يعني teaching God's sovereignty للكيد sometimes بيبقى صعب، انه ربنا يعني هو خالق كل شيء ومتحكم في كل شيء وبيسمح بحاجات بتحصل، لكن في حاجة بتحصل بسبب شر الناس، لكن في حاجة بتحصل لقصد من ربنا ان هو شايف الصورة كاملة. يعني لما تقري معايا قصة يوسف وضحها لها، قول لها بصي حصل كذا كذا، يوسف كان هو مثلا احساسه ايه، ان هو حاسس ان هو اتظلم، لكن بعد كده ازاي ربنا استخدمه في مصر لخلاص أمة بحالها ولخلاص حتى اهله نفسهم، ان ربنا ايفن sometimes بيسمع بحاجات تمر صعبة في حياة ناس، ان هو لقصد منه والهدف منه، وذر عشان ناس تعرفه، وذر لخلاص ناس او لاستفادة ناس. فبرضو رجعيها للبايبل، لانه في الحقائق الكتابية هتساعدها تعرف صورة ربنا من خلال قصص الكتاب. مبسوطة قوي انه مها تقول قصص الكتاب. اختي نانسي من كل قلبي بشكرك، وامين الله يديكي نعمة وحكمة وتقدري تشوفي بنت جميلة، ويمكن في وقت تكون خادمة رائعة في وسط كل المسكونة ديت.
قصص الكتاب وتأثير قصص الكتاب على الطفل، وإزاي أنا بوصل له ربنا عن طريق بساطة قصة الكتاب المقدس. إيه رأيك؟ إيه رأيك يا ماما؟ قصة الكتاب طبعا يعني مليانة بالشخصيات الرائعة، لكن عايزة أرجع شوية لزي ما احنا اتكلمنا قبل كده على أنه الطفل عبارة عن جسد ونفس وروح وذهن وعلاقات وحياة اجتماعية وكده. لما بنحكي قصة الكتاب المقدس، غلطة شائعة كثيرة بشوفها في ان احنا بنحكي قصة، ان احنا بنركز على شخصية الفرد او الديتيلز بتاعت القصة، يعني حصل كذا وبعدين حصل كذا وبعدين روحوا كذا وبعدين القصة خلصت. هل ربنا حط القصة دي في كتاب عشان بس احنا نعرف؟ احيانا كتير بننسى نرجع لشخصية تعاملات الله مع الاشخاص دي من خلال القصة. مهم قوي ان احنا نخلي العيال تدرك شخصية الله كالخالق، كالقدوس، كالامين، كالفورجيفن، غافر. يعني صفات الله من خلال كل قصة بتخلينا مش نركز بس على القصة وبس نخلي العيال ياخدوا معلومات ذهنية، لكن يعرفوا تعاملات الله. الحاجة الثانية ازاي نخلي كل قصة تطبق تطبيق عملي على حياتهم، ازاي ان انا حكيت قصة حلوة طب وبعدين بقى يعني انا مفروض اعمل ايه في الحكاية دي، ازاي ان انا لو باخد درس معين مثلا لو بنتكلم قصة يوسف ال- 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 الاحتمال المحبة ان هو فضل امين لكلمة ربنا رغم الظروف الصعبة، ده درس مهم قوي نعلمه النهاردة، ان انت على مدى الاعمار المختلفة don't give in to pressure، don't give in لو انت مختلف، انه يوسف الرب قادر يستخدمك حتى لو انت مختلف او واقف على وعود ربنا. فمهم قوي ان احنا نحكي قصة بطريقة شيقة، طبعا لو نتكلم مدرس احد او حتى لو ماما بتحكي قصة في البيت، نحكي القصة بحيث ان الحي اللي بقى عايز يسمع، عايز يعرف ال 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 اللي بيحصل، وفي نفس الوقت ما اقفش بس عند حكاية القصة، اخد الناحيتين، ازاي ربنا تعامل مع الشخص من خلال القصة، وأنا أستفيد إيه القصة دي موجودة في الكتاب، وأنا إزاي أطبق الدرس بتاعها على حياتي النهاردة وأنا عايش حياتي مع المسيح. حلو قوي، هنتهز فرصة كلامك وهقول لكم عندنا قصة جميلة بترويها بنت جميلة، عايزة نسمعها مع كل أحبائي المشاهدين ونرجع نعلق عليها. هنخرج لفاصل، ياريت تستمتعوا بالوقت اللي جاي واسمع منكم كمان أنتوا إيه تعليقكم على قصة زي دي وعلى الأداء وعلى اللي بيقدم القصة كمان. تفضل. Today I'm going to tell you the story of David and Goliath from the Bible. Long ago, a tribe of people called Israelites lived and worked in the beautiful land of Canaan. Boys like David, Jesse's son, tended their family's flocks of sheep. One day, Jesse called his family together. "My sons, we only want to live in peace and serve the Lord, but the Philistines have attacked our soldiers. Eliab, Abinadab, and Shammah, you must join our warriors and King Saul before enemies overtake our land." "Father, let me go too." "David, you're still a boy. I need you here to feed our sheep." "But Father, David, you have much to learn before you can become a soldier." As Jesse's sons walked over to the battlefield, they could hear rumors about the Philistines. "Shalom, friends. Take some of this fruit to feed our hungry soldiers." "Thank you, good friends. Like you, our husbands have gone to fight for King Saul. Many men have returned quick, crippled, and beaten. The Philistine giant Goliath is too strong. No one can resist him. They have a giant, but we must fight or become slaves. Go, and God be with you." As Jesse's sons neared the battlefield, they could hear shouting from the Philistine camp. "I am Goliath of Gath, tall as a tree, with arms as strong as iron bands." "What we heard is true. Goliath is a giant. Come out and fight, cowards.
I need a slave to carry my shield. Ha, But as Jesse's sons arrived before King Saul, they heard soldier report. King Saul, we have no champion. Every minute the Philistine giant calls, why don't you send someone to fight me? There is no one strong enough to fight Goliath. My men become more and more fearful. Good King Saul, we have come to serve you. You are brave men, but I risk my worries against a giant, then in heavy armor, so weighs a spear that lies over 15 pounds. No man can stand against Goliath and the Philistines. Meanwhile, at home, David learned to use a slingshot to protect the sheep from wild beasts. A lion! I have to see my sheep. Oh, little one, you're safe. Don't be afraid. When a bear attacked, David destroyed it too. David became strong and brave. One day, Jesse called for David. Take these 5 loaves of bread to your brothers, and take these 10 cheeses to the captain of their army. I will, father. See how your brothers are, and bring me news of the battle. Early next morning, David got up and left the sheep with the keeper. He walked until he neared the battlefield. I hear drums. I must be close to the soldiers' camp. The warriors are lined up ready for battle. David hurried to find his brothers. Brothers, what's happening? David, watch out. Goliath is coming. Look at the strength and size of him. Choose a man to fight me. If he kills me, the Philistines will be your servants. But if I kill him, then you will be our slaves. He is too big. Run, I say. Why does everyone run away? Man who kills Goliath will be in great riches by King Saul, but none is brave enough. Why did you come, David? Are the sheep alone in the wilderness? You just came to watch the battle and ask questions. Eliath, someone must face this giant. I am willing to fight him. You're talking like a foolish child. But when King Saul heard about David, he called the boy to his throne. Let my warriors have spoken of your bravery. My king. أحبائي مرة تاني برحب بيكم معانا لاستكمال كلامنا، بس مش عارفة أقول لكم مدى تأثير البنت دي عليا أنا شخصيا. إيمان، عايزة أسمع تعليقك على اللي شفتيه. أنا لما كل مرة بسمعها ببقى قاعدة مش عايزاها تبطل كلام، لأن طريقة إلقائها للقصة في منتهى الجمال. سنها بيقول مش ممكن إن في بنت في السن ده تعمل حاجة زي كده، لأن إحنا دايما بمفهومنا إن السن 6 سنين ده ما يعرفش يعمل حاجه، اللي هي البنت عمرها 6 سنين دي. يعني دايما تقول لي لما اسمعها كده، الاطفال اللي قدامك، الولاد اللي قدامك يقدروا يعملوا اي حاجه. الله بيحط جواهم حاجات نستخدمها، ما نقولش لا عليها. يعني بقول باباها ومامتها لما بيسمعوا حاجه زي كده، يعني قدروا ان هم يصوروها، واكشن دي بتروح كونفرنس يعني مؤتمرات، وبيعملوا معاها انترفيو يعني حاجات كبيره. كل ده علشان خاطر مرة أو موهبة صغيرة كانت عندها ابتدت تكبر وتكبر، ولقيت حد يشجعها. ما دي بقى السوشيال ايموشن واللانجوج اللي احنا كنا بنتكلم عليهم بعد كده. يعني عندها سيلف كونفيدنت انها تقف في كونفرنس وتقول حاجة زي كده. ف يعني بتشجعني ان في مواهب قدامك، ما تقوليش دول صغيرين، في مواهب قدامك. مها في مواهب يا مها، في مواهب، في امل، في امل في المسيح، في امل وفي مواهب وفي وزنات جميله بين ايدينا طبعا. بس الشطاره، كيف اكتشف موهبه طفلي كأم وكمدرس مدرس الاحد؟ يعني keep an eye. هو موضوع المواهب ده شويه يعني استيجي في العيله الصغيره، لكن لو شجعنا ولو نمينا حاجة شفناها صغيرة، ولو وسعنا السكوب شوية، ان احنا بس مش نركز على الطفل الموهوب في الحاجات الكبيرة. يعني دايما بنركز على انت بتعزف آلة،
صوتك حلو بترنم، طب بتلعب سبورتس، وقفنا على كده. لكن لا، في صفات كتيره طبعا ستوري تيلينج، لكن الكمباشن، بينج هيلبر. هل متاكد كل مدرس ومدرس احد يقول لك، بيجي الطفل يقول لك can I help you today, can I do something for you, we have that you can tell ان هو he has a soft heart for servant leader. ما اكثر احتياجنا النهارده to have a kid with a servant heart. اوكي، حاجه كمان اللي انا عايزه اركز عليها شويه، انه البنت الصغيره بطبيعتها البسيطه عرفت تدي قصه بطريقه شيقه. هل انا كمدرس بعرف ادي القصه بطريقه شيقه؟ ده سؤال. ازاي اجذب انتباه الطفل؟ يعني في كده سام ستيبس. لما ابتدي احكي قصه، النهارده هنقول قصه يوسف، خلاص اتحرقت باظت. لكن لما ابتدي ادخل بطريقه شيقه واقول ده كان في ولد وبابا اداله حاجه، نجذب انتباه الطفل. The talent of using your voice, the tone of your voice. انك تتقمص شخصيه، لو جولايس ما فيش، كان جولايس حلو، لا كان جولايس بقى وكده. لازم ان احنا لازم يعني sometimes مدرسين مدرسه حد، لو انت متنشي كده يعني فك شويه خليك ايزي واوصل لمستوى العيال. حاجه ثانيه بلاحظ انه sometimes مشكله لو انت مش على مستوى، يعني sometimes العيال قاعدين على الارض وانت واقف، this is a big problem. ما ينفعش يبقى بصالك كده، ما ينفعش انت انزل اقف، يا اما العيال تقعد على كراسي وتقعد على مستواهم، اما كمان ان انت تبقى addressing their eye level, grabbing their attention, able to connect with them sometimes by name. يعني لو حد عمل بيتشاء وانا بحكي قصه، وقف القصه بقى، يا جوناثان اسكت، على مش هينفع. لكن وعارف ايه اللي حصل يا جوناثان، ده هو. فانا من خلال القصه بقدر اجراب the kids attention من خلال صوتي، من خلال الفيجوالز. طبعا اهم حاجه ان احنا كل ما العيل استخدم كذا سنس، في يعني هو سامع، هو شايف، هو بيتجاوب معاك، فهو كلية معاك، فهيخرج من الفصل حافظ القصة. فاستخدام وسائل الإضاءة، احنا عارفة ماما عندها كذا وسيلة إضاءة هتكلمنا معاها النهاردة، لكن ما تدخلش الفصل بس معتمد على شطارتك، ما تدخلش الفصل بس وانت معاك الورقة وهتقعد تقرا للعيال، انه دي اوحش حاجة احنا ممكن نقدم بيها طريقة قصة، ان انا ابقى بقراها، ده معناه انت مش محضر. تيك ذا تايم ان انت تحضر، استخدم اندكس كارد. ممكن لو انت بتقرا القصه بتفاصيلها كذا مره، بتحضر الكي بوينتس تكتب على اندكس كارد، بحيث انت بس بترمي عينك على الجمله بيدي لك ازاي اللي انت عايز، الرساله اللي انت عايز توصلها، او الجزء اللي جاي بعد كده انت هتوصله. وفي اخر القصه زي ما قلنا قبل كده، ركز انه ازاي كان تعامل الله من خلال القصه دي، ازاي الطفل يطبق القصه دي على حياته بعد ما يطلع من الفصل، في اسبوعه، في مدرسته، في بيته، في علاقاته. ما بقاش انا بقول حاجه والطفل في وادي تاني، لانه هتبقى بالنسبه له قصه معلومات وخسر. احنا زي ما بنهتم باحتياجات الطفل الجسديه والروحيه والاجتماعيه والعاطفيه، القصه لازم برضو تكون بتادرس كل الاحتياجات دي عشان يطلع حافظها وهدمها وهيطبقها وهيكبر وياخد الشويس اللي الكتاب حطه فيها. امين امين، رائع جدا. ايمان، القصه وسيله سهله وجميله ومعبره اذا تقدمت باداء عالي، بطريقه مشوقه، باسلوب في نبرات معينه في الصوت، باشارات، بحركات، بطرق تجذب الطفل. ماذا عن وسائل ايضاح اخرى تقدر برضو تاخد عينين الاولاد في تقديم الدرس وتبسيط الحق الكتابي لطفل مدارس الاحد؟ في وسائل كتيره، وانا دايما اقول مدرس مدارس الاحد لازم يبقى، مش عايزه اقول كلمه كرييتيف، بس كل حاجه قدامه يقدر يحولها لحاجه. يعني مره رحت دولار تري ولقيت عاملين هات حتى ممكن بتتباع في سي وورلد، اللي هي الانيمالز على شكل فايزرز زي مونكيز وبيردز والفنتس. لو استخدمنا مثلا جبنا 2 من كل حاجه وعملنا بيها نواز ارك، حاجه بسيطه من دولار تري، وممكن والعيال يلبسوها ويعملوا بيها نواز ارك، تبقى حاجه في منتهى الجمال. الحاجه الثانيه مثلا، في حاجه زي كده دي من الهيئه اللي هي اسمها السي اي اف، اللي هي Children Evangelism Fellowship. دي انا بستخدمها لما بوصل الرساله، لان مع كل درس انا بقدمه انا لازم اوصل رساله المسيح ليهم، رساله الخلاص ليهم. فدي بتقول الله، بتتكلم عن الهيفن في الاول اللي هو اليلو، هو ده عباره عن جوانتي، وبعد كده دي بيسموها بام بام، اللي هي الكور دي بيسموها البام بام، بتيجي بطريقه يعني بالوان مختلفه. فاول حاجه اللي هو اليلو بيتكلم بقى عن الهيفن، وزي ان الله لما خلقنا علشان نبقى على شبهه.
لكن احنا عملنا الخطية وده هو البلاك، وبعد كده هو فدانا بدمه اللي هو الريد. بعد كده لما فدانا بدمه بقينا يعني he washed white as a snow. بعد كده هو عايزنا نكبر. مع كل درس انا بقدمه انا بقدر اقدم رساله الخلاص، زكى اللي حصل، زكى اللي عمله، لكن الرب يسوع عمل معاه ايه وبقى ايه وعمل زكى بعد كده ايه، اقدر اكلم عن رساله الخلاص. اي درس الابن الضال اللي حصل، ازاي بابا قبله وازاي هو رجع البيت بتاعه تاني وازاي ان هو بقى مركزه تاني، اي رساله اي درس زي ما مها قالت، انا مش بقدم الدرس او القصه كمعلومه واخلص على كده. مدرس مدارس الاحد رايح بقلب ان انا دول مسؤوليه في ايدي، لازم اقدم لهم رساله الخلاص. انا مش رايحه اقدم درس وامشي، ومش لازم تبقى عندي مواهب كتيره قوي وابقى كرييتيف قوي علشان ابقى مدرس مدارس احد ناجح وشاطر. مدرس مدارس الاحد اللي عايز يبقى ناجح لازم يبتدي على ركبه في الاول، وربنا هيبتدي يفتح قدامه المجالات دي. الواحد عمره ما كان يفكر ان بالفايزرز دي ممكن يقدم نواز ارك، لكن ربنا بيفتح كده وبيديك. لو انا على قلبي فعلا الخدمه وبديها وقت وببتدي بالصلاه بقدر اعمل حاجه حلوه في الدرس. امين امين. عشان كده عايزه اسمع افكار منكم، اي حد عنده فكره خلاقه وسيله ايضاح جديده من فضلكم بنفيد بيها الناس كلها، من فضلكم محتاجين قوي نسمع اضافه بالذات على اساليب خلاقه لتبسيط الحق الكتابي للطفل. عايزه ارجع عليك يا مها واقول لك بوسيله سهله وبسيطه وغير مكلفه انا قدرت اكون بوصل حق كتابي، وزي ما بتقول ايمان في عده مواضيع. ماذا عن اساليب اخرى لنفس الهدف لتوصيل كلمه الله لطفل تشده طرق غير اللي احنا بنفكر فيها، مش طرق الجافه والجامده واسلوب الالقاء واسلوب الحديث الطويل المتبادل، لكن حاجات تجيب عينيه، تاخد ذهنه، تلفت انتباهه. ايه رايك؟ شاركينا بحاجه تاني. هو طبعا في كلنا بنحب الحاجات الملونه، الصور. ف يعني لو انا معايا صوره النهارده، طبعا في وسائل كتيره قوي دي، مثلا قصه دخول اورشليم المسيح، احنا بنتكلم احنا داخلين على اسبوع الالام وداخلين على قصه الايستر. النهارده كمان يعني لو حد ما عندوش وسائل خالص، ادخل على حتى جوجل ايمجز نحط جيسس بام ساندي، هتلاقي صور كتير ممكن تطبعها على الكمبيوتر بتاعك. اقل حاجه نستخدمها هي تكون صوره العيال. يعني مع الاسف احنا في المجتمع ده احيانا مش بننمي قدره الخيال عند الطفل، فبندي لهم كل حاجه، لكن مع صور ومع الحكايه نقدر نوريها لهم، يقدروا يتخيلوا قصه، يعيشوا قصه. فوسيله ايضاح ممكن تكون صوره، وسيله ايضاح تانية ممكن تكون الفلانل. انا يعني ايمان كان عندها فلانل، ميزه الفلانل ان انت لما بتحط الصور بتحكي القصه بيها وتحطها وبعدين بتشيلها، العيل بيطلع يقولها ويحط الصور تاني، فبتبقى وسيله اعاده وتاكيد على القصه، وتقدر انت تشرك بيها الاولاد. ال 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 الاشتراك، ان العيال يشتركوا مهم قوي، لكن قبل ما اخليهم يشتركوا لازم اقدم لهم انا القصه، لازم اقدم لهم القصه بطريقه خلاقه ان هم يسمعوها يستجيبوا ليها وبعدين يقدروا هم يقولوها، سواء بدراما، سواء بلعبه، سواء بالفلانل جرا، سواء بالصور، سواء برسمه. هم ممكن يرسموا رسمه using their imagination، هم يقدروا يرسموا رسمه. فالفلانل جراف اللي احنا كنا شايفينه في الصوره هو عباره عن الكاركترز بتاعت القصه، فانت بتحكي قصه فبتحط الفيجر دوت ولغايه ما بتكمل الصوره كلها، وبعدين ممكن ننزلهم كلهم تاني تبقى البورد فاضيه وتقول للطفل طب اتعلمت ايه، ويطلع هو الطفل ياخد دوره ويقولها. حلو قوي، اسلوب سهل وجميل، ومن الحاجات اللي يقدر يحبها الطفل او تلفت نظر الطفل على الاقل. ايه رايك؟ يعني ماذا عن اضافات؟ انا عارفه عندك الكتير، احنا مركزين اكتر على عشان الايستر، فجايبين الوسائل الاكتر على الايستر. في حاجه ممكن يشتروها من الكريستيان بوك ستور او حتى اونلاين، اللي هي الايستر ايجز. دول ايستر ايجز وكل واحده فيهم جواها حاجه بتقدم جزء من قصة الخلاص أو بتقص القيامة. فمثلا دي أول حاجة وجواها
دونكي صغير لما نبتدي نحكي بقى دخول المسيح أورشليم، وبيبقى عليهم نمبرز فعشان حتى المدرس ما يتعبش، وفي نفس الوقت النمبرز دول موجودين هنا وايه اللي موجود جواها عشان لو اتلخبطت او كده يبقوا. دي مثلا الكوينز لما يهوذا باع الرب يسوع. ممكن بقى كمان يعني لو نقدر نجيب مثلا حاجات كبيره وتبقى يعني مثلا بدل ما هو يبقى دونكي صغير، لو العدد كبير والدونكي صغير مش هنشوف، احاول اشوف لعبه واجيبها تبقى حاجه مجسمه كبيره، اشوف كوينز كبيره. في ناس ممكن بتستخدم في الدونكي ايور من زي ويني ذا بو ديزني، بيستخدموا ايور في حاجه زي كده، فنبقى كرييتيف وبنحكي القصه دي. ممكن نعملها عن طريق ايج هانت، نخبي الايجز ده والولاد في الفصل يجمعوهم ويبتدوا يشوفوا النمبرز ونبتدي نفتح واحدة واحدة ونحكي عليها. ممكن وسط الأجز ما جزء في كاندي، جزء في حاجة الولد تطلع له، يبقى يعني مثلا أج كبيرة شوية دي سبيشال، كل واحد يلاقي واحدة وكل واحدة يلاقي جواها حاجة ونبتدوا يحكوا القصة لبعض. فدي وسيلة إيضاح بتوصل الستوري والأحداث بتاعت القصة. وبعد لما هخلص أرجع برضو the same thing، لازم أقدم رسالة الخلاص، الله عمل كده ليه؟ علشان بيحبني، he is my savior. دي وسيلة. في وسيلة تانية مثلا، بس ماما قبل ما ننقل من النقطة دي أنا بس نفسي نقول إنه بما إن احنا داخلين على احتفالات الإيستر وإنه بنشوف زي ما في الأعياد المسيحية عادة الكنسية المجتمع بيحاول يشوه الصورة الحقيقية للاحتفال، زي في الكريسماس بنتشغل بسانتا كلوز والرينديرز والجيفت مش عارف ايه، في الايستر برضو الصورة اللي موجودة هتلاقي في المحلات ايستر بانيز واج هانت وده كلها احتفالات بالسبرينج اللي هو تغيير المواسم واحتفال بالهارفست. لكن المعنى الحقيقي والمعنى الرئيسي للكنيسة، ودي من اهم إن لم يكن أهم عيد في حياة الكنيسة، احتفال القيامة وفداء المسيح. فخلينا في الكنائس لو هنقلد، لو هنعمل إيستر أج هانت، لازم نرجع للهدف الرئيسي من الاحتفال، وإن إحنا مش بنحتفل بالبانيز والسبرينج، دول كلها مظاهر إنه الرب هو اللي خلق هذه، هي ذا كرييتر. مهم قوي إن إحنا نعلم العيال من سن صغير إن الله هو الخالق، هو خالق كل شيء، هو خالق الخليقة كلها، خلقك أنت كمان. ان الرب جاء وفدانا، وده العيد اللي بنحتفل فيه بمجيء الرب يسوع بفدائه وموته على الصليب وصعوده الى السماء، وان هو he's gonna come back and take us with us so we can have to be ready. ما ننشغلش، كنايس كتير بتنشغل بالاحتفالات ان احنا نفرح العيال ونعمل ايستر اج هانت وننسى المعنى الرئيسي للاحتفال. حلو خالص، عشان كده مش عايزين نعدي الحته دي. ايه رايك يا ايمان؟ فعلا احيانا زي ما دايما بنعمل، ان كان في الكريسماس ان كان في كده في كده، دايما بتاخدنا المظهر والحاجات الشكليه ويدوب الجوهر. ايه رايك ازاي المره دي وازاي من النهارده نكون بناخد بالنا من ان احنا بنهمل جزئيه هي الهدف؟ ايه رايك؟ هي دي نقطة مهمة جدا، ودي ترجع على مدرس مدارس الأحد. أنا رايح أقدم النهاردة، أنا رايح اوصل ايه للولاد؟ جاست ان انا اعمل لهم اكتيفيتي وفن والعيال يحفظوا القصه وخلصنا على كده، ولا القلب بتاعي شكله ايه تجاه الاولاد؟ انا عايزاهم يطلعوا بايه؟ ايه اللايف الابلكيشن اللي عايز يطلعوا يطبقوه في حياتهم؟ الولاد لازم يعرفوا ان الكتاب كله خط واحد، هو خط الفداء. فعشان كده انا لما بقدم اي قصه لازم اركز على خطه الفداء، لازم واحنا بنقول الايستر افكرهم بالكريسماس. الكريسماس ده مش حدث وخلص، لكن علشان الكريسماس حصل، عشان الرب يسوع جه على الارض واتولد وعاش على الارض، دلوقتي جه اللحظه اللي هو يموت فيها علشاننا. فالكتاب كله حلقه واحده متكامله. فكمدرس لازم كمدرس مدارس الاحد اوضب افكاري، اشوف احتياج ولادي ايه. ما يعني دي كلها حاجات عامه احنا بنتكلمها، اشوف الولد المجموعه اللي عندي محتاجه لايه. مش عشان كنيسه معينه او هيئه معينه منزله الفكره دي يبقى انا لازم اخدها واطبقها، لكن انا اشوف احتياج ولادي ايه، ايه الحاجه اللي ممكن توصل لهم
في قصص كتيرة جدا ووسائل تعليمية كتيرة جدا على كل درس، بس المهم أنا الولاد أنا حاسسهم محتاجين لإيه وإيه الطريقة اللي يفهموا بيها. أنا كمدرس مدرسة أحد لازم أفهم ولادي، لازم أفهم المجموعة اللي ربنا أتمني عليهم. حلوة قوي مها، يعني فرق معايا قوي حاجة قالتها إيمان، وكأننا بنركز مع الطفل إنه حياتنا مع ربنا موسمية. أنا إمتى أعرف إنه اتولد؟ مرة في السنة. أنا إمتى أعرف إنه قام؟ مرة في السنة. ودي حاجة خطيرة جدا. إيه رأيك وإزاي نصلح ده؟ وإزاي اللي بيتربط بذهن ابني وبنتي الموسمي وعلاقتي بيه بيكون مرة في السنة يتمحي، وإنه أعرف إنه يسوع بيتولد في قلبي كل يوم، وإني بقوم مع المسيح ما هوش ده حدث أنا بعرف عنه في توقيت ما بحتفل بيه. أشكرك أشكرك يا إيمان، اتفضلي. في الإعادة إفادة زي ما بيقولوا. نعم. كويس. حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها قوي التايم لاينز، لو إحنا عندنا نقدر نحط في فصل مدرس أحد أو التايم لاين اللي بيوري تسلسل الكتاب أو تسلسل في بوسترز ممكن نجيبها من الكنائس الهيئات المسيحية فيها حياة المسيح، فدي طول ما هي قدام الطفل هو شايف إن هو المسيح جاء طفل، لكن ما فيش فرق، لكن هو لما كبر وجاء الوقت إن هو يخدم ربنا الثلاث سنين اللي عاشها على الأرض وكده، فإحنا بنوري للعائل انه صح قصه الفداء موجوده. لما بندي قصه من العهد القديم مش لازم ننسى انه نذكر يسوع، يسوع العهد الجديد، لكن العهد القديم برضو انه قصه الفداء من البدايه، وان خطه الله من البدايه كانت لخلاص الانسان، وان الذبائح كانت بترمز للصليب والفداء. يعني sometimes بنفتكر ان العيال مش فاهمه، العيال اذكى مما احنا فاهمين الحاجات ديت، حتى لو ميبي هو مش فولي فاهمينها دلوقتي، لكن كل ما ادينا حقائق من وهو صغيرين ورسخت جواهم وفضلت هيكبروا وفي يوم من الايام هيتداركوا معناها وهيعيشوا بيها. اشكرك جدا، مش معقول ده كان مهم يتقال وما يعديش. عندك وسائل ايضاح اخرى؟ اتفضلي. في كتب احنا اشتريناها من الكريستيان بوك ستور اونلاين، دي حاجات ممكن نشتريها زي وسائل تعليميه أو Object Lessons، إزاي نعملها عشان نوصل الفكرة للولد، بتوصل أفكار كتيرة جدا. في فكرة منهم إزاي بتقول إن وأنا بقدم قصة الفداء مش بس قصة الفداء، لكن الله هو كمان المنقذ، هو اللي أنقذني من اللي أنا فيه. فيقولك مثلا هات صور لرسكيوز زي الفاير فايترز البوليس أوفيسرز وهم بينقذوا حد، وهات مثلا روب وقول وهات روب وقول لهم مثلا الروب ده كانوا لازم يرموه علشان يقدروا يطلعوا حد من البيت ده اللي هو بيتحرق. الروب ده بالظبط هو كانه الصليب اللي الله ادهوني علشان ينقذني من اللي انا فيه. وسيله يعني الولاد بيشوفوها كتير قوي، بيشوفوا مناظر راسكيو في التلفزيون، بيشوفوا بوليس اوفيسر، بيشوفوا فاير فايترز، بس انا كل مثلا ما هشوف الروب ده هفتكر إذا ده في حاجة مرتبطة جوايا بالروب ده، إن هو الله هو المنقذ بتاعي. في حاجة تانية اللي هي الوردلس بوك. الوردلس بوك أنا ممكن أعمله بطريقة كبيرة، ودي تبقى طريقة جذابة للولد. حد شاف كتاب قبل كده ما فيهوش كلام؟ كل الكتب لازم يبقى فيها كلام، كل قصة لازم يبقى فيها كلام. حد شاف قصة من غير كلام؟ طب يا ترى القصة دي هنفهم منها حاجة؟ ونبتدي بقى نحكي، نقول الالوان دي برضو بتفكرني نفس الفكره بتاعه الفازي فريندز بس بطريقه تانية مختلفه تانية. فانا ممكن لما اقدم الرساله مع كل درس تبقى الحاجه مختلفه، مش لازم اقدمها بنفس الوسيله هي، لان الولاد هيحفظوها وهما كلمتين وحفظناهم وخلصنا، لكن بتبقى ممكن بوسائل مختلفه مع صاله قبل واثناء وبعد الدرس، ان الله يحفظ الكلمه دي. مبسوطه برضو منك. مها قالت حاجة رائعة وما تعديش، صلاة قبل وأثناء وبعد الدرس. إزاي ده يتم؟ أنا معي مجموعة من الأطفال وأنا عايزة أقول لهم إنه دينامو الحياة حاجة مهمة قوي اسمها الصلاة والعلاقة بربنا. إزاي ده يوصل؟ الصلاة المفتاح المفقود، بس المفتاح اللي هو اللي بيفتح الوحيد السكة. اي حاجه هنعملها من غير صلاه بحس ان هي كده يعني مش كامله. احيان كتير بنحاول نحل المشاكل بطرقنا او بطريقه افكارنا او بحلول عمليه، وبننسى انه لو ما فيش صلاه المشكله مش هتتحل، او مش هتتحل بطريقه ربنا. الصلاه هو المفتاح
أو هو البريدج الكوبري اللي بيوصلني للعيال أو بيفتح عيني على الحاجات اللي أنا مش قادرة أحلها بطريقتي أو مجهودي الشخصي. لأنه كمدرسين أو كأباء لما بنعلن إن إحنا مش قادرين، بنعلن يا رب أنا مش قادر أحل المشكلة دي لوحدي، أو مش ما عنديش التولز أو الوسائل إن أنا أتعامل مع المشكلة دي، أنا محتاجة مساعدتك. بنفتح الباب لرب إن هو يتدخل، وطرق الرب عجيبة، وطرق الرب يعني أعلى جدا أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا. ومش لازم ننسى إنه الانترسيشن أو إن إحنا نتشفع لأجل أولادنا في درس أحد، أولادنا في البيت، إنه الرب قادر هو اللي يقف بصليبه عنهم، إن إحنا مش معاهم طول الوقت ومش هنقدر نعرف عنهم كل حاجة، لكن أنا بثق إنه في الوقت اللي الرب بيتدخل فيه هو اللي بيقدر يسيطر على الموقف، يوجه اختياراتهم، يوجه علاقاتهم، يوجه طريقة أفكارهم. وفي مدارس أحد كمدرس مدارس أحد، قبل ما أنا أدخل بخبراتي وبتحضيري وبشخصيتي وبإمكانياتي إن أنا أحضر الدرس، بدخل بقوة الروح القدس، بقوة صليب المسيح، لأنه أنا زي ما اتكلمنا، لكن أنا برمي البذرة إن أنا مش بقدر أغير حد بقدراتي، مهما كنت مدرس شاطر، مهما كنت محضر، أنا مش اللي بغير الطفل، قوة الروح القدس هي اللي بتغير الطفل. إحنا بندخل فصل مدارس أحد ونخلي مهيأ دخول الروح القدس في كل طفل، يكلمهم، يرشدهم على اختلافاتهم، على ظروفهم، وهو اللي بيحصل التغيير. فالصلاة سلاح مهم، الصلاة علاقة مهمة، الصلاة يعني هي اللي بيبتدي بيها خدمة مدارس أحد والخدمة مع الطفل. رائع جدا جدا جدا. ما نفسيش نروح لصاحب المهام الصعبة. مين هو مدرس مدارس الأحد؟ عشان نتعرف على صفاته، عشان نتعرف على يعني أقول إيه، مش عايزة أقول الشروط، بس أقدر أقول مدرس مدارس الأحد اللي حسب قلب الرب. نفسي نسمع منك ترنيمة، وبعد كده نحضر ذهننا ونحط كبش الفدا مدرس مدارس الأحد، ونقدر نتعرف على شخصيته اللي ترضي قلب الآب. أمين. عايزين ترنيمة عربي ولا إنجليش بقى؟ عشان احنا يعني إذا الإنجليش اللي عندك حلو. الإنجليش ولا؟ اتفضلي يا حبيبي. الإنجليش. طيب خلينا نحط الميوزك. الترنيمة دي برضو فيها زي ما اتكلمنا على ازاي نقدم رسالة الفداء من خلال الترنيم او الآية. عايز اشوف الكلام فين لانه انا مش حافظه كويس. اوكي. يعني حتى الترانيم احنا ممكن أوكي. نستخدمها ك يعني وسيلة ايضاح كمان. اوكي. طبعا. طب احنا ممكن نوصل يعني طريقة تقديم الآية، طريقة تقديم القصة، طريقة تقديم الترنيمة هي فيها نفس المبادئ، ان انا I introduce the song, I explain the words، وبعدين بقى explain المبادئ. فمن خلال الترانيم بنعلم المبادئ. فالترانيمة دي بتقول good news. ايه هي الgood news؟ الانجيل هو الgood news، هو رسالة البشارة، رسالة الرسالة المفرحة. good news to all the world، good news to all who hear، good news to everyone، let's tell the message loud and clear. ايه بقى المسج؟ اللي هي دي رسالة القيامة. believe that Jesus died and that he rose again. He wants to live in me and be my savior and my friend. And we have the music? Do we have the music? No. Good news to all the world. Good news to all who hear. Good news to everyone. Let's tell the message loud and clear. Believe that Jesus died and that he rose again. He wants to live in you and be your savior and your friend. He'll help us do what's right and learn the things above. Let's sing and cheer and have some fun and do it all in love. He'll show us how to grow and ways that we can serve. We want to know his perfect plan by following
كل رسالة الخلاص وسيلة شيقة وكلام سهل والمبادئ المسيحية كلها في الترنيمة دي. المسيح جه وفداك وعايز يعلمك ازاي تحبه وازاي تخدمه. صدقيني اتمنيت اكون يعني اكون تلميذ مدارس احد قعد يعني اتمتع بمدرسة رائعة زي كده عندها قلب الخدمة ومش بس كده وكل مشاعر بتتقدم لطفل لمجد الرب. امين. فعلا انتوا مش معقولين. يا رب. عشان كده خلينا نجيب بقى زي ما قلنا كبس الفتة ده ونحطه قدامنا ونقول له يا مدرس مدارس الأحد أنت عندك وزنة جميلة، عندك تكليف مش أمر تشريف لكن ده أمر تكليف من الرب ليك، في إيديك مستقبل. أقدر أقول لك النهاردة معاكوا طبعا أنتوا صناع المستقبل. لو ما فيش حد يهتم بالولاد فين هنروح؟ إحنا شايفين نتائج وزي ما قلت في بداية الحلقة بنجني إحنا وكسرين نتائج جيل مشوه خربت أفكاره، مش عايزة أقول الفساد ملاه كل معاني الفساد بكل حذافيره من الأخلاقيات السقطة من أقولي من الحنا، مش عايزة أقول التعليم والمبادئ اللي ربما شكل بيقول يعني بيقول إنه دي مبادئ وضعها الله وعلم ابني ازاي يكون عنده كل الميول العدوانية انه يقتل اخوه انه يكره صديقه اللي قاعد جنبه في الفصل انه يعادي جاره. واقول نفسي النهاردة معاكم ومع كل حد بيسمعنا نرجع نصلح مفاهيمنا عشان ما نجنيش على اولادنا. كتير ارتكبنا اخطاء في حق اولادنا، كتير ارتكبنا جرائم في حق زوينا لغاية ما طلعوا نصهم متشردين، نصهم أطفال شوارع، ربعهم في السجون، بعضهم بيتعاطوا كل أنواع المخدرات. تعالوا نقف مع بعض وقفة أقول إيه وقفة صدق مع أنفسنا ونقول ليه والإمتى ممكن نسيب ولادنا وزي ما بيقول العالم عنهم فلذات أجبدنا يضيعوا من إيدينا ونبكي ونوح بعد فوات الأوان. تعالوا نحط قلبنا على أمر واحد، يا رب عايزين نشوفك في المشهد. ما فاتش الأوان إن أولادنا تتصلح، لكن لو عندنا براعم صغيرة نبدأ نعمل معاها إيه؟ محتاجين مجهود هنبذل، محتاجين وقت هندي، محتاجين حب هنغمر، محتاجين فلوس هندي، محتاجين اهتمام. خليهم يكونوا نمرة واحد في حياتكم. لو عايزين العالم يتصلح، لو عايزين المجتمع يتصلح، تأكدوا من حاجة واحدة، إهمالكم بيجني العالم النهاردة. بصوا حواليكم كل الشكاية اللي بتحصل من إبليس على كل العالم وكل الفساد اللي بيسود المسكونة سببه أناس كان عندهم أولاد أهملوا في تربية أولادهم. شايفين البساطة قد إيه؟ أنت وأنا بنجني النهاردة نتيجة ده. عشان كده في الوقت القليل جدا من الحلقة، وقت الحلقة خلاص قرب يكون يعني بينتهي، أنا مبسوطة جدا مفيش لحظة ضاعت لكن كل كلمة كانت في محلها. خلونا في الوقت القليل للخادم أو لمدرس مدارس الأحد اللي حسب قلب الله صفات، تعالوا بسرعة نكون بنتكلم فيها ونعددها. اتفضلي. صفات مدرس مدارس الأحد يعني لو هنقدر نطلعها يبقى كويس. صفاته هنحطها في كلمة عشان ما ننساهاش، اسمها فات. Faithful, Available and Teaching. F stand for Faithful يعني يبقى مدرس أمين، A available متاح، and with T for teachable هي طلعت دلوقتي معانا على الشاشة يبقى معلم. لو رحنا على كلمة faithful إن هو مدرس أمين، إزاي يبقى عارف إن إيماني بيسيب انطباع على الولد اللي أنا بتعامل معاه، بيبقى شايف إزاي إن أنا لازم يبقى عندي علاقة قوية مع الله علشان ده اللي هينعكس على التعليم بتاعي. لازم التلاميذ بتوعه يحسوا ان هم واثقين في المدرس ده لان هو ده اللي بيقودهم بعد كده. دي faithful available بعد كده ان هي بيبقى متاح للولاد، متاح ليهم قبل الدرس اثناء الدرس بعد الدرس، متاح للعيلة بتاعتهم كمان مش جاست للولد لكن كمان للبيرنتس كمان بيبقى متاح. بيبقى teachable، بيبقى عارف انه هو علشان يعلم
لازم يتعلم، لازم يبقى في وقت بيقضيه مع الله كل يوم كعلاقة شخصية علشان يقدر يعلم بعد كده، بيبقى مستمر في التعليم. أنا مدرس مدارس الأحد لازم يقرأ كتب، في كتب كتيرة جدا عن إزاي تقود مدارس أحد، إزاي تدرس، إزاي تمشي الرحلة بتاعة النمو الروحي مع الأولاد. في لازم يبقى مدرس مدارس الأحد بيقرأ كتير، فاتح ويب سايتس كتيرة، بياخد آراء كتيرة، بيبقى يعني من غير ما أنا هتعلم كمدرس أحد مش هقدر أعلم. أمين. حابين ناخد اتصال واحد، هرجع ليه تاني. كلامكم قد إيه مهم. أختي ميرفت من نيوجيرسي، اتفضلي حبيبتي. ميرفت من فضلك وطي بس التلفزيون شوية. أوكي حاضر. أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي. اتفضلي. ألو أنا على الهوا دلوقتي. اتفضلي حبيبتي، أنت على الهوا. أنا كنت عايزة أسأل على حاجة. هو أنا ابني عنده سنة و11 شهر، وهو يعتبر في مشكلة كده واقفة معايا، أكيد راجع لي أنا يعني. هو متأخر شوية في الكلام، ودايما الدكتور مهتم بالحكاية دي، بس مش عارفة أبدأ معاه إزاي. هو طبعا انا بتكلم معاه على طول وبحكي معاه كتير، لان احنا على بعض مع بعض على طول النهار، بس مشكلته ان هو متاخر في الكلام. هو ذكي جدا، فاهم كلامي كويس جدا، ايجابي جدا في البيت معايا، بيسمع كلامي وحتى بيساعد معايا في بعض حاجات كده في البيت. فانا مش عارفه يعني اقوي عنده الحته دي ازاي. دي نقطه. النقطة الثانية إن أنا كنت ماشية معاه بالصح والغلط، يعني الغلط غلط والصح صح، حتى لو هو بيبي يعني كنت شايفاه كأنه من سني مش بيبي. فدلوقتي بيعمل الحاجة الصح مش علشان هو مقتنع بيها، دي أنا متأكدة منها، بس عشان هو خايف مني. فحسيت إن أنا أثرت على شخصيته، إن هو يكون ليه الشخصية إنه يعبر عن نفسه. هو بيعمل كده عشان بيرضيني، بس أنا مش عايزة يبقى كده يعني. حسيت ان انا متضايقه من حاجه زي كده، اثرت فيه اكتر. نعم. اوكي ميرفت حبيبي، خليكي معايا واسمعي الاخت مها، وفي نفس الوقت نحب نسمع راي ايمان. اتفضلي مها. يعني اتس اوكي، يعني لازم احنا كاباء sometimes بنبقى خايفين ان احنا نفرض سلطتنا، او لكن الكتاب بيعلم يعني اكرم اباك وامك، honor respect. اتس اوكي ان العيل مش يخاف، لكن يسمع الكلام تؤبي، مش هيقتنع بكل حاجه لكن يسمع ويعني ويطيع. اتس اوكي. انا عايزه اقول حاجه بالنسبه لان هو عمره سنه و11 شهر، انت كنت بتقولي بالنسبه للسبيتش بتاعه. انا مش عايزه اقوله تو ايرلي ان احنا نقول ده يعني السبيتش بتاعه متاخر ولا لا، بس ممكن حاجه تعمليها قوي ان انت تقري معاه كتب كتيره قوي، دي بتساعد جدا ان اللانجويج تو ديفلوب. حاجة تانية، في children resource centers ممكن تروحي تعملي evaluation معاها ويقولوا لك فعلا إذا كان هو متأخر ولا لا. Sometimes ال pediatrician ما بيقولوش وبيقولوا كل حاجة خبر كويس، بس لما بتروحي المراكز دي بيعملوا evaluation وبيقدروا يقولوا لك إذا كان هو فعلا متأخر ولا لا. ف don't worry about it وامشي في الخط. يعني عارفه لو حاجه قدامك هتقدري تعمليها اعمليها، ان انت تعملي الاسسمنت ده مش هتخسري حاجه. واقري معاه كتب كتيره قوي. reading aloud it's يعني it's the most essential thing in the early childhood. وخليه مثلا تبوينت على بيكتشر وتقولي هاتي له فلاش كاردز ويقول الاسامي الموجوده البيكتشرز اللي موجوده على الفلاش كاردز دي، كلها حاجات تنمي اللانجوج بتاعته. الجزء الثاني اللي هو بتاع ان هو بيعمل صح وغلط عشان خايف منك، وانت حاسه ان انت السبب في كده شويه. ساعات احنا الامهات ودي على طول بنلوم نفسنا على اي حاجه غلط في حاجه في اولادنا بتحصل، نقول ده بسببنا احنا. فعايزين نحط دي بس شويه كده على جنب، يعني ما تلوميش نفسك وحاولي تشوفي ازاي تصلحي الحاجه اللي زي كده. لو هو عمل حاجه غلط كلمي معاه طب ليه دي غلط، ولو عمل حاجه صح شجعيه واو انت عملت الحاجه دي صح. اديله تشويسز لما تبقى في حاجه قدامه، اديله اختيارات يختار دي ولا يختار دي، ما تختاريلهوش انت وخليه هو يختار، ونتكلم الاختيار ده هيودينا لكذا والاختيار ده هيودينا لكذا. يعني الكلام ده يعني هنقدر
يوصل لنا المعلومة للولد إذا كان يقدر يعمل حاجة صح ولا غلط. أمين. شكرا جدا حبيبي لاتصالك، وأمين الله يديكي حكمة في استيعاب كل الموقف، في نفس الوقت تكوني بتحققي كل اللي انت عايزاه وتشوفيه في ابنك بالشكل اللي يناسبك ويناسب الله. حبايبي يعني وقت الحلقه خلص، انا عارفه انه في كم من الحاجات اللي لسه حتى ما تعرضناش ليها، لكن انا عارفه انه يستلزم هذا الـ يعني الخادم اللي على قلبه يخدم في مدارس الاحد تدريب اعداد قاده مؤتمرات. ماذا عن مؤتمرات ويعني حاجه تنمي قدرات هذا الخادم؟ انا عارفه انه عندكم طبعا، احنا بنقول على الاريا بتاعتنا او على المكان هنا في كاليفورنيا، يا ريت تشاركونا لو عندكم حاجه في الوقت الجاي لخدام مدارس الاحد او حتى لمؤتمر مدارس الاحد. اتفضلي. احنا عندنا، لو انت في كاليفورنيا، احنا عندنا مؤتمر للاطفال. المؤتمر ده هو اكشلي عباره عن مؤتمرين في بعض، لان احنا بناخد سن اليمنتري من 7 سنين او فيرست جريد لفيفث جريد، وفي جزء تاني للجونيور هايرز. المؤتمر ده دي 7 سنة، السنة دي هتبقى 7 سنة بنعمل مؤتمر. المؤتمر هيكون في أوهاي فالي، في ويب سايت لو احنا نحطه على الشاشة it's www.kidsretreat.net. طبعا المؤتمر يعني المؤتمرات من أكتر الفرص اللي بتقرب العيال من ربنا، واللي بتعلم مبادئ مسيحيه، والعيال بيرجعوا. بسمع كتير شهادات لاهالي بيقولوا العيال رجعوا متغيرين من المؤتمر، اتعلموا مبادئ معينه كتير فرقت في حياتهم الروحيه، اخذوا قرارات ان هم التزموا بيها. بنجيب سبيكرز متخصصين في العمرين، عندنا ورشيب، عندنا جيمز. ده الهدف الاولاني من المؤتمر. الهدف الثاني ان احنا من خلال المؤتمر بنقدر ندرب قاده ومدرسين من الكوليدج ستودنتس، اغلبهم من الكوليدج ستودنتس او سمتايمز من الهاي سكولرز، هم بيخدموا في المؤتمر، كمان بيقدروا يخدموا في الكنيسة بتاعتهم في الساندي سكول على مدار السنة مش بس في الويكند دي. فبليز تدخلوا على الويب سايت، ممكن يو كان ريجستر يور تشايلد اونلاين عن طريق في كذا كنيسة مشتركة في ساوثرن كاليفورنيا، www.kidsretreat.net. امين. اتفضلي. بالنسبة للتدريب بتاع خدام مدارس الاحد بيبقى في شهر اكتوبر برضو لو انت في كاليفورنيا، والويب سايت اللي هيطلع دلوقتي it's actually this is الايميل اللي تقدر لو عايز more information على الميعاد والمكان وايه المواضيع، تقدر يعني من خلال الايميل ده هنقدر نرد عليك ويبقى في وسيله اتصال بيننا وبينك. it's umetri@sbcglobal.net. والسنه اللي فاتت لما عملناه كان كذا كنيسه اشتركت، و ما يعني حسينا بفرق ازاي ان المدرس بعد كده كان يوم سبت ورحنا يوم الاحد الكنيسه، والمدرسين بيطبقوا الحاجات اللي سمعوها ويقولوا واو احنا ما كناش حتى فاكرين ان طريقه القعده بتاثر في الولاد. فالتدريب مهم جدا للمدرس مدارس الاحد، وهو بيبقى في اكتوبر. فلو في اي معلومات ذا ايميل يو كان تتصل بينا بيه. امين. مع حكيم من كل قلبي بشكرك، إيمان متري من كل قلبي بشكركم، أنا اتباركت من خلالكم، وأنا عارفة أنه كثيرين من أحبائي اتباركوا من خلال كل حاجة قدمتوها. بصلي أن الله يستخدمكم بقوة غير عادية في هذا الحقل الخصب الجميل، ويأتي بالثمر المطلوب، يفرح قلبكم ويفرح قلب الآب. أحبائي في نهاية حلقتنا بقدم لكم كل الشكر، وفعلا بصلي أن الله يكون بيدينا حسب قلبنا، بيدينا حسب اتجاه قلبنا. نفسي اشوف ولادي احسن الناس، يبقى لازم يكون لي دور، حط عيني على ربنا، اخد استقي تعليمي من الله وبثه جوه ولادي، هلاقي نتيجه اكثر من رائعه. واخيرا وليس باخر، اللقاء يتجدد معكم وحلقات جديده قادمه، ومعا نحو عالم افضل.